مشاهدينا الكرام، مساء الخير وفصح مجيد وكل عيد وانتم بألف خير. في أحد القيامة ما يزال قانون الانتخاب مرميا على درب الآلام ومعلقا على خشبة المصالح والحسابات السياسية والطائفية والمناطقية. وإذا كانت المادة 59 من الدستور قد أنقذت البلاد من خميس عظيم، فإن الأنظار متجهة إلى 15 من أيار ومعلقة على أيام باقية من شهر سيمضي، ومعه إما سيتدحرج الحجر عن القبر المحبوس فيه قانون الانتخاب منذ سنوات على ما قال البطريرك الراعي اليوم، وإما سندخل في مجهول لا يحسب له حساب. في حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة أستضيف نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق مولى صحناوي، أستضيف أيضا الأميرة حياة أرسلان، أستضيف رئيس مؤسسة جستيسيا الخبير الدستوري الدكتور بول مرقص، وأيضا الباحث الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي سينضم إلينا بعد الفاصل الإعلاني الأول من هذه الحلقة. وفي الحلقة أيضا شهادات من وحي عيد الفصح حول المسيحيين بين الواقع والمستقبل لكل من المطران بولس مطر، العلامة السيد علي فضل الله، والشيخ سامي أبي المنى. مساء الخير معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور ست حياة، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. دكتور بول مرقص أيضا نرحب فيك بحلقتنا لليلة، وكل عيد وأنتم بخير جميعا. وانت بخير يا أهلا فيكم. طبعا اليوم بهذا الأحد بعيد الفصح المجيد، هذا العيد بيحمل الأمل بالقيامة، الأمل بتخطي دروب الآلام، ونحن الآلام السياسية عنا كثيرة بهالبلد، على أمل أن تكون هذه القيامة مؤشر لقيامة سياسية بعد شهر إذا بدنا نقول، تحديدا بموضوع قانون الانتخابي اللي رح نناقشه بحلقتنا الليلة. إن شاء الله قبل شهر. قبل شهر رأيتك متفائل معالي الوزير. قلت إن شاء الله قبل شهر. هيدا البست كيس سيناريو يعني. لا worst case شهر، ليه؟ لأنه بتعرف بآخر لحظة بنصير كلنا عايشين قلق، وما فينا نحط لبنان بهال على شفة على حافة الهاوية. رح نحكي أكثر عن كل التفاصيل، بس خليني أبدأ بما حصل مساء الأربعاء واستعمال الرئيس عون للمادة 59 من الدستور وإرجاء أو توقف جلسات مجلس النواب لمدة شهر. خطوة الرئيس ميشيل عون، هل هي تأجيل لأزمة واقعة حتما؟ هل هي إفساح في المجال لحل؟ هل هي ربما تجنيب نهائي للأزمة أم ماذا؟ يعني تختلف القراءات، كل حدا عنده قراءة سياسية أو قانونية لهذا الأمر. خليني أبدأ معك معالي الوزير، خطوة الرئيس اللي تستعمل للمرة الأولى، ربما خلينا نقول بعد الاستقلال، يعني إذا بدنا نقول للمرة الأولى يستعمل رئيس جمهورية المادة 59، هل برأيك هي إنقاذ أم تأجيل؟ لا أكيد هي إنقاذ، لأنه كنا نحن رايحين مثل ما فهمنا ومثل ما سمعنا على التمديد الثالث لمجلس النواب، يعني من بعد 8 سنين يرجع يتمدد لقلهم سنة، وممكن بعدين 3 سنين آخرين، عم نحكي 12 سنة. نعم. يعني هذا إلغاء للديمقراطية، ونحن أصلا بأول تمديد وبتاني تمديد نحن ما صوتنا للتمديد وقلنا أنه هذا إلغاء للديمقراطية. فاليوم إذا الرئيس الجمهورية أجل هذا الاستحقاق وعطى فرصة للأفريقاء أنه يتفعوا قانون، أكيد بيكون أنقذ الديمقراطية بلبنان. وإن شاء الله من هلأ لكم يوم رح نشوف الأفريقاء الأحزاب يعني رح يتفعوا على قانون. بس في وجهات نظر أخرى تقول أنه هذا تأجيل مش إنقاذ، لأنه رح نوصل للأزمة ب 15 أيار فيما لو لم نتفق على قانون انتخاب، يعني بيكون مجرد تأجيل ومش حل جذري. بس اللي عم بيفاوضوا إذا بيفوتوا بهالنفس ما بيوصلوا، بدك تفوت أنت بنفس إيجابي وبنفس تفاؤلي. نحن عنا مسؤولية وطن، ما في الواحد يروح يقول كتير صعبة أو ما حنوصل، بالعكس بدي يقول بدنا نوصل لو صعبة. نعم. وهيك صار اليوم عنا نحن موافقة على الطرح المحطوط على الطاولة، اللي هو بالأساس طلع من رئيس بغي، اللي هو التأهيلة النسبية مع مرحلة التأهيلية. ما في موافقة مع الوزير، ورح نحكي عن المواقف بعد شوي. ما خليتني كفي. في عنا موافقة من الأحزاب الأساسية يلي هن أمل وحزب الله والمستقبل على هذا الطرح. ليش الحزب الاشتراكي منه حزب أساسي بالبلد؟ القوات اللبنانية حليفكم منه موافق؟ كلهم أحزاب أساسية، عم بحكي الأحزاب الكبار اللي هن كانوا عم بيتشاوروا، وهذا شيء مش هين. يعني احنا صرنا كذا شهر عم نتشاور ومش عم نوصل على طرح هالأحزاب هي تتوافق عليه. هلا في أربع أحزاب أساسية توافقت على هذا الطرح، يلي هو شيء منيح، لأنه قبل ما كنا حتى واصلين لهذه المرحلة.
هذا بيخلينا نتأمل انه ممكن بالايام الجايه نوصل لتوافق اوسع ونطلع بصيغه. رح ناقش اكثر موضوع القانون يلي هلا مطروح، القانون التأهيلي، ومين معه ومين ضده وشو حيثياته. ست حياة، اللي صار برأيك هل هو تأجيل أم إنقاذ أم تجنيب البلاد لأزمة كانت نهار الخميس بين الشارع وبين التمديد؟ كيف بتوصفي ما الذي حدث؟ أكيد كانت من أجل الإنقاذ، وأكيد كان فيها تنفيذ لأنه الشارع كان محتقن جدا، لكن قد تتحول إلى تأجيل إذا لم تصفى النيات، وإذا ما بيصير في قانون انتخاب، وإذا ما بيصير اتفاق. اليوم ما حدا عم بيقول إنقاذ، وما حدا عم بيقدر يجزم إنه تمديد. نحن عم نحط النية الطيبة إنه المقصود فيها كان إنقاذ وأعطاء فرصة ومهلة إنه ينعمل قانون انتخابات يأتي عادل. أكيد مش مثل ما عم بيقول معالي إنه طرح القانون تبع التأهيلي، أكيد هيدا ما حدا بيقدر يشوف إنه عادل على الأقل من وجهة نظرنا نحن. لكن إنه يصير في قانون انتخاب، عم تنعطى مهلة يصير في قانون انتخاب، وبذات الوقت عم بيقولوا لا هيدا التمديد واقع وما حدا يخطر له. نحن عنا مشكلة كتير كبيرة هون، هي فقدان الثقة. ليه نحن قادرين نوثق بهالطبقة السياسية، ولا الطبقة السياسية قادرة تفرض الثقة فيها؟ يعني ليش برأيك؟ ليش وصلنا لفقدان الثقة؟ من التاريخ والممارسات الخاطئة على الأرض، ومن التأجيل ومن التمييع. هل في بتاريخ الدول، ولا أنا بحب حدا يعطيني شي مثل بتاريخ الدول اللي فيها تعتمد الديمقراطية؟ هناك أنظمة ديمقراطية وهناك أنظمة تسمى ديمقراطية مثل حضرتنا. في بتاريخ هالأنظمة كلها هيدي مجلس نواب ما قدر يحط قانون انتخاب بثمان سنين، وأجل أربع سنين لأنه مدد أربع سنين تيعمل قانون انتخاب وما عمله. أين تكمن الثقة، وكيف ممكن أن تثق بهذه الطبقة السياسية؟ مستحيل إلا إذا عملوا شيء فعلا جدي وصادق، وما بعرف قديش فينا نتكل حتى يرجعوا يستعيدوا الثقة. الثقة مفقودة. نحن اليوم المواطن واقع بإشكال كتير كبير. ليه عارف يثور ثورة عن جد منسقة؟ لأنه كل نتفة بيكبوله خبرية فيها نتفة أمل، بيرجعوا شوي إلى قواعده السالم، بعد شوي بيرجعوا بيتصرفوا بتصرفاتهم الغير يعني ما فيها مصداقية. ما بعرف يعني ما بدنا نستعمل كلام ما بنحبه، لكن انه على اي اساس بدك توثق، على اي اساس بدك تصدق، على اي اساس بدك تطمئن؟ نحن مش مطمئنين، نحن عايشين على حد على الحد اللي هل بننزل على الشارع وبنعمل ثوره، هل عن جد نحن رح نقدر ناخذ حقوقنا؟ وين ضايع حقنا؟ حقنا نحن بدنا إياه، نحن بدنا إياه من ضمن قانون انتخابات عادل، ما يكون مفصل على قياس حدا. على كل حال هيدي عناوين للنقاش، إلى علاقة بثقة، إلى علاقة بحقوق الانتخاب العادل والصحيح، كلها رح نناقشها. دكتور بول مرقص، المادة 59 من الدستور، قلت أنت أنه هذا بمثابة إرجاء الأزمة شهر واحد، و ممكن إذا وصلنا إلى الحائط المسدود تكون قد تبددت كل أسلحة رئيس الجمهورية الدستورية فيما لو لم نصل إلى قانون انتخاب. شرح لي من وجهة النظر الدستورية والقانونية المادة 59 الذي حدث، ما الذي يمكن أن يحدث من هلأ لشهر على الصعيد الدستوري والقانوني؟ يمكن الوصف مش دقيق لكن الروحية صحيحة. الرئيس استعمل أول سلاح دستوري يمتلكه، وهي مادة أصيلة في الدستور اللبناني بتعود لتاريخ وضع الدستور مش لتاريخ تعديله سنة 90 بعد الطائف. هلأ بقول لك ما الكوديفيه، يعني فيها سوء صياغة، رغم أنها هي مفيدة، جملة مفيدة، جملة وحدة كتير واضحة وسليمة، وما بتنص على اشتراك حدا بالتوقيع مع الرئيس. لكن من ميلة تانية في مادة 54 بتقول لك لازم يشترك معه بالتوقيع رئيس الحكومة أو بحالات معينة. صار في التباس، لكن يعني صار في التباس على صعيد انه هل يجب ان يصدر بمرسوم هذا الامر، ام تكفي رساله يوجهها رئيس الجمهوريه للناس عبر شاشه التلفزيون ويبلغ فيها رئيس مجلس النواب؟ على كل حال ما ارسل فقط رساله، صدر قرار
وهذا القرار عبر عنه بموجب رسالة أرسلها تأكيداً، قال له نبلغكم قرارنا. بس ليش البعض قال إنه فصدر قرار رئيس الجمهورية؟ إيه هون بس ليش لم يخطئ؟ فهمت، بس ليش البعض حكي إنه المادة 59 تحتاج إلى مرسوم وعليه توقيع رئيس الجمهورية وأيضاً رئيس مجلس الوزراء؟ عبال لك ليش؟ لأنه المادة 54 من نفس الدستور مساقبة وقت اللي صار في تعديلات الطائف سنة 90 عملياً بأيلول، مد إيده المشترع الدستوري إلى بعض المواد وأخفل مواد أخرى منها هذه المادة 59. طالما لم يلحقها أي تعديل لا زالت كما هي، معروف قبل الطائف يعني يقدين دستورنا، يعني له حق لحاله يصدر هكذا قرار بدون مرسوم وبدون توقيع إلى آخره. نعم طيب، هي واحد، هذا السلاح الدستوري الأول استعمله الرئيس. هلأ على الأقل أرجأ على الأقل أرجأ الأزمة، بس مش بالضرورة فقط أرجأ الأزمة، يعني يمكن عطى حل أو نصيب أو حظ لهالفرقاء يتفقوا ومهلة. طيب تاني سلاح تماما، لأنه مش السلاح اللي استنفذ، لا تاني سلاح يلجأ إليه الرئيس هو عندما قرر رئيس المجلس تلقفا لهذا القرار أنه يعقد جلسة ب 15 أيار، إذا عليها في بند التمديد ورح يقر، سيقار بأغلبية بسيطة من العدد الموجود الحاضرين، يعني نص ال 65 زائد واحد، تقريبا عدد زهيد جدا. إذا عم بفترض سيناريو، أنا مش عم بقول رح يصير، بس إذا صار هيك سيناريو، طالما الاقتراح هو معجل مكرر، صار معه الرئيس ساعة إذن مهلة 5 أيام، ما بقى 30 يوم لا يرد القانون لإعادة التأكيد عليه أم لا من قبل المجلسين. صبحنا بعشرين الشهر تقريبا بلس اور ماينس بعشرين ايار يعني. نعم، مما يعني انه بيكون استعمل سلاحه الدستوري الثاني اللي هو اعاده القانون الى المجلس النيابي. ايه بس هذا شو مفاعيله اعاده القانون؟ بيقدر حسب الصلاحيات ما بعد الطائف بيقدر المجلس ياكد عليه باكثريه من عدد اعضاء المجلس النيابي، يعني من 128 قسم 2 64 زائد 1، يعني بدك 65 نائب مش بس يحضروا، بدك يصوتوا على هكذا قانون للمرة الثانية. أوكي. تأكيدا منهم على التمديد إذا توافر هذا العدد. عم نحكي سيناريوهات. بيبقى للرئيس سلاح دستوري ثالث هو المراجعة أمام المجلس الدستوري طعنا في هذا القانون التمديدي. هل المجلس الدستوري سيبطل هكذا قانون أم سيحذو ما حذى إليه المرة السابقة عندما اعتبر بحيثيات قراره كلها؟ إذا بتقريه بتحسه رايح ليبطل القانون، بس بتلاقي بما خلص إليه ما قدر يبطل القانون، اعتبر الإبطال أو قبول المراجعة يعني اعتباره غير دستوري فعلا، يجعل البلاد في حالة من الفراغ لأنه حشر وقت المجلس الدستوري بالمهل. وربما هلأ يحشر أيضا وترمى هذه الكرة كرة النار في ملعب المجلس الدستوري، يعني أو يعطل انعقاده لان بدك 7 أعضاء من اصل العشرة لكي يعقد. هالثلاث اسلحه دستوريه موجوده بايد رئيس الجمهوريه، اذا في يستعملها. مما يعني خلاصه انه العشرة ايام الاخيره تقريبا من شهر ايار هي بيد المجلس النيابي، ما بقى بيد الرئيس بالضروره، لانه بيكون عمليا عم بيحاول يستنفذ كل اسلحته الدستوريه. بس هون في النقطه الاساسيه اللي لها علاقه بانه لما ينرد القانون ويرجع ينعمل يتاكد عليه بده 65 نائب انهم يصوتوا. صحيح، يعني ساعتها اصعب من اول مره. طبعا اصعب من اول مره، لانه مش حسب الموجودين والنصف زائد طبعاً واحد. معك صارت اصعب لانه عدد المجلس كامل، مش بس يعني كعدد كمان، يعني في التمثيل يعني القوى والاحزاب الاساسيه المسيحيه الكبرى بدك كمان تكون ممثله. نعم، معالي الوزير. علما دستوريا وبهذه النقطه بالذات مجلس دستوري، علما انه هو بارائه قال انه عدم وجود قانون منا حجه الواحد يمدد. نعم، يعني معليك هيدي اذا بدك عم بيعطي جواب كان على الاراء اللي بده يعطيها اذا وصل الموضوع قدامه. نعم، امامه يعني. السؤال انه عشيه ما حدث، يعني نهار الاربعاء عشيه الخميس اللي كان المفترض يكون في جلسه تمديد ومفترض يكون في بالشارع تظاهرات، كان هذا المخرج اللي هو مخرج سياسي دستوري وصف، وقيل انه كان نتيجه توافق رئاسي يعني بين الرئيس عون والرئيس الحريري والرئيس بري.
طيب إذا كانت هيدي هي الاتجاهات خلال اليومين يلي سبقوا هذا الأمر، ليش صار في كل هذا التوتر في الشارع إذا كان عم ينشغل على هذا التوافق السياسي الدستوري؟ لا ليك الموضوع وأنت كنت ضمن وفد التيار يلي عملتوا جولتكم نهار الثلاثة والأربعة على كل الأطراف والمرجعيات من بكركي وصولا لحزب الله ولغيرهم. لا الموضوع منه معقد، يعني ما في إنيجما حوالي شو صار. الكل ما بده بيفضل يتجنب التمديد وبيفضل يتجنب الفراغ وبيتفضل يتجنب الستين. أظن الأفريقاء كلهم متفقين وعم بيتفاوضوا على قانون جديد وكلهم مسلمين بهيدي الوقاية أنه نحن ما بدنا نمدد وما بدنا نروح على الفراغ وما بدنا قانون الستين، بس مش عم بيقدروا يتفقوا على قانون. على فشل إيه أكيد، 8 سنين ما يتفقوا على قانون فشل، بس نحن يعني كفريق عم نحاول قدر الامكان عم نطلع صيغه ورا صيغه تما نوصل ل هالسيناريوهات اللي ما حدا بده اياها. الشغله الثانيه انه نحن حطينا يعني رئيس جمهوريه فخامه الرئيس والتيار الوطني الحر كل واحد من ميلي عالموا السياسيين كلهم انه نحن ما حنقبل بالتمديد. يعني نحن هون بيصير في تباين بيننا وبين قوى اساسيه بالبلد اللي بتقول بين الفراغ والتمديد نحن بنفضل التمديد، نحن عم نقول لهم ولا فراغ ولا تمديد، ونحن عم ننزل على الشارع لنقاوم التمديد، ما حنقبل بهيدا الامر الواقع. بس انا كان فهيدا الشيء هيدا الشيء هيدا الشيء اللي خلى الكل يعيش قلق. ايه بس انا نحن واصلين على الفينش. بالكواليس كان في حديث عن هيدي التسويه او اذا بدنا نقول عن هذا التوافق السياسي الدستوري والماده 59 كان في حكي عن، فليش توتير الشارع وتوتير الناس بالوقت اللي كان عم ينطبق هذا الحل؟ هذا السؤال الاساسي. لانه هذا الشيء قلت لك صحيح، بس مش صحيح لكل الافريقاء. في افريقاء هن ببالهم انه بنمدد، ليش بدنا نعيش، بدنا ناخذها شهر لقدام، خلينا ناخذها سنه لقدام. ما فيش حشر. حياه الجو الطائفي اللي شهدناه يعني على مدى اليومين ثلاثه اربعه، يعني الذي سبق يعني اليومين اللي سبقوا نهار الخميس، كان في جو طائفي استحضر؟ كان في شعور وكانه رايحين على يعني ذكرى 13 نيسان كانت وكانه رايحين على شيء بيشبه هذا الفرز الطائفي؟ ليش برايك صار في استحضار هذا النفس او هذا الجو الطائفي بالبلد؟ هلا صار في استحضار لجو طائفي بالبلد، لكن البلد ككل يعني بدك تقول كمان نحن كمجتمع مدني كنا بغض النظر عن طوائفنا، ما حدا منا كان عم يفتكر شو طائفته، كنا كلنا بدنا ننزل لانه كان ما بدنا تمديد. لكن يعني انتم بطاوله حوار المجتمع المدني وكل اللي انتم عاملين هذه الطاوله الحوار. نعم. نعم. واللي انتم يعني عندكم جزء من المجتمع المدني الاكبر بلبنان. كنتوا كلنا عم ندعي من شان الجو الطاغي انه في يعني مقاطعه مسيحيه، في المسيحيه نازلين على الشارع، القوات والتيار والكتائب، يعني كان في هذا الجو على السوشيال ميديا الجو. وعلى مواقع مزبوط. التواصل مزبوط. شهدنا جو منه ابدا سليم، يعني هيدي فيها. بس بقول لك كمان هون بدنا ننتبه لشغله، انه مثل ما عم بتعد كل الفرقاء المسيحيين يلي عديتهم ويلي كانوا بدهم ينزلوا على الشارع ما كانوا عم ينزلوا لنفس السبب. يعني في ناس كانت عم تنزل لانه بدها قانون تاهيلي، وفي ناس كانت عم تنزل لانه ما بدها قانون تاهيلي. يعني ما كانت الكتايب مثل التيار مثل مش الكل. ونحن نفس الشيء، ما كنا عم ننزل حتى نروح على قانون تاهيلي طائفي، نحن كنا عم ننزل كرمال نعمل قانون فعلا عادل وياتي بتمثيلا صحيحا. لكن انا بدي اعلق على السيناريو يلي كان عم بيقوله دكتور بول ويلي كمان قاله معالي، انه بيبعثوا بعد الشهر بيعين الجلسه بيبعث له القانون 5 ايام مدري شو، انه كل هيدي الخبريات والسيناريوهات وين بتكمن فيها الميثاقيه اللي عطلت البلد بفراغ رئاسي سنتين ونص واكثر؟ انه وين بتكمن؟ انه هلا حزقت معهم بس حتى يستعملوها كرمال التمديد؟ يعني انه حاج يضحكوا علينا، حاج يضحكوا علينا، هيدي كلها أمور بتنحل بسرعة. أنا سألني هلأ بعطيك 3 قوانين انتخاب ممكن يكونوا صالحين وممكن يجوا بتمثيل صحيح إذا قلنا الدائرة الفردية. إنه في حلول، في حلول. ليه عم نعقدها هالقد وليه عم نروح على سيناريوهات مدري كيف هي ومدري شو هي؟
سهلوا هالقصة وهونوها وعملوا حالكم على مستوى العصر واكبوا العصر وعملوا انتخابات لايقة لايقة، مش انتخابات بينحرم منا جزء من اللبنانية، انتم ممنوع تصوتوا أول مرة ونحن ما بنقبل حدا ينتخب لنا نوابنا، وانتم صرتوا طبقة A وطبقة B وطبقة C، يعني عوين رايحين نحن؟ نعم معالي الوزير، يعني بخضم كل وجهات النظر اللي كانت عم تحكي انه اللي رح يحصل كان نهار الخميس انه كتمديد على فداحته وعلى خطورته وكل هذه الكوارث يلي عم بتصير وكل هيدا الحكي انه لا للتمديد وكل هيدي الامور، بس هناك وجهات نظر تقول انه ما كان سيحصل نهار الخميس كان رح يكون ردة فعل على خطأ اكبر ارتكبه الوزير جبران باسيل من خلال القوانين يلي طرحها ويلي ما لاقت قبول من كل الاطراف. ما هو ردك على هذا الامر وعلى هذا القول؟ ليك خليني اول شيء خاطب الست حياة والمجتمع المدني اجمالا والمشاهدين اكيد. نحن عندنا اكبر احترام للمجتمع المدني بالمعنى العلماني، يعني نحن المنطلق تبعنا علماني وشرعة التيار الوطني حر علمانية، وانا شخصيا شخص علماني بس عم ينقال انه عم تنقلبوا على مفهوم بس ما حد كلمة الثاني بيقول حقوق المسيحيين ولا فكرتي اذا قطشتوني اثنيناتكم قطشتوني سوري ها ما بدي اطشك بس لا بس بس لا بس انه هذا الكلام يعني لو قطشتونا لو قطشتوني لو قطشتوني رح ضل علماني بس معلش بس اللي عم يسمع هلا اكيد رح يقول نفس التعليق يعني خليني اوصل الفكره حقوق المسيحيين والرئيس المسيحي القوي ما فيكم تحاكموني قبل ما اخلص تفضل يمكن بدي اقول شيء مش مستنزغين يمكن نفاجئكم فاجئنا يلا تفضل بدكم تنطروا اخر جمله لتعرفوا شو بدي اقول فانا فيكم تقوموا علي او ما تقوموا علي عم بقول نحن اول شيء عندنا وانا دائما بعيد يلي قلته وقت حدا بيقطشني ما تزعلوا مني بس هيك بعدين ما تجي بفكر انه بيخسر وقت نحن عندنا اكبر احترام للمجتمع المدني بالمعنى العلماني تبعه يعني لبنانيه متفقين بين بعضهم انه الهويه الاولى تبعهم هي الهويه اللبنانيه ومتعاليين عن انتمائهم الطائفي يلي حاطينه على جنب لما يكون عنده تأثير بالسياسة أو بالتفاعل بينهم وبين حقوقهم بالدولة يلي هو هذا الحلم اللي عنا إياه كلنا. وين منتبين نحن مع المجتمع المدني؟ أكيد ما منتبين معهم على رفض التمديد يعني بكرة لو في إذا الله ما يسمح رجعنا أظن أنا متفائل حذرا أنه بعد من هلأ لأسبوع أسبوعين ماكسيموم يكون وصلنا على قانون انتخابي بس بحال ما وصلنا وسيناريو التمديد بده يرجع على الطاوله نحن حنجتمع من منطلق مختلف بس من هدف واحد هو انه التمديد هو اغتيال ديمقراطيه بلبنان خاصه هذا عم نحكي ثالث تمديد يعني شيء ما بيتصور العقل سو نحن وياهم في عنا اهداف مشتركه وقت نحكي عن الفساد بدنا نحكي عن التمديد بس عندنا منطلق مختلف او تحليل مختلف على الوضعيه بلبنان نحن بنقول واحد هاي الطبقه السياسيه ما نزلت بالباراشوت نحن ما بنعتبر حالنا جزء منها لانه نحن ما صوتنا للتمديد وكنا دائما بصراع مع هالطبقه السياسيه على كثير اشياء ولكن فتنا على اللعبه اكيد لانه هي هي اللعبه ما في غيرها لنفوز جزء من هذه الطبقه لا ما صرنا جزء منها بس ما عندنا طريقه تاثير على الواقع الا ما يفوت الواحد هن بكره المجتمع المدني بدهم يرشحوا ناس بالانتخابات بالاخر لو كانت على منطلق طائفي لا يروحوا يرشحوا واحد كاثوليك هون واحد مغوني هون واحد شيعي هون لانه هاي اللعبه بالاخر الواحد يا بيقعد مثل غيمو قدي اللي كنا بنحترمه ببيريز وبيقول انا ما بيرجع الا ما يتغير كل شيء بالاخر ما حيتغير كل شيء يا بيفوت على اللعبه لا يجرب يغيرها التيار الوطني الحر هيك عمل من وقت ما العماد هون ب 89 بس هلا عم بتجربوا تعززوا لهذا الواقع مسير. يعني بتتهموا انه مشاريعكم الانتخابيه تريد تعزيز هذا الواقع جورج واصل 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 عم بقول نحن بعدين مختلف معهم على التحليل نحن بنقول هاي الطبقه السياسيه منا نازله بالباراشوت هدول الناس انتخبوا مزبوط انتخبوا من 8 سنين بس الاحصاءات كثير بتدل انه بكثير محلات واجمالا عند الشيعة وعند السنة وعند الدروز للاسف عم بحكي طائفيا رح تتجدد نفس الطبقه السياسيه حسب القانون دكر خليني بس هيدي اول فكره انه هدول منهم مش انه ما عندهم تمثيل او ما عندهم شرعيه شرعيتهم راحت لانه صار لهم 8 سنين ما جددوا
ولكن نحن بنعرف انه عندهم شرعيه. اول مشكله مش عم بحكي شيء ايجابي، عمول هالشكل هالشيء بده يحطه الواحد بالحسبان، هو عم بيعمل الاستراتيجيه تبعيته. هدول الجماعه موجودين وعندهم ناس ومش مقررين نقضي عليهم، بس مثل ما بنعترف بوجودهم بده يعترفوا يعني بوجودنا. معك حق، بس انا عم بقول انه للاسف الواقع منه حلو مثل ما نحن حابين يكون. اللبنانيه ها اول مشكله انه اللبنانيه هن بيرجعوا بيجددوا لهم بنسبه كثير كبيره. ثاني مشكله هي انه اللبنانيه منهم علمانيين للاسف، ممكن يصيروا علمانيين ولازم نشدهم ليصيروا علمانيين. ومن عبكره من خليني كفي خليني كفي، ومن عبكره لعشيه نحن بنترجاهم يحطوا الهويه الاولى تبعيتهم تكون هويه لبنانيه، ويفهموا انه نحن بالوطن يا حنوصل كلنا سوا نصير لبنانيه قبل ما نكون كل شيء، يا حنروح كلنا سوا. هيدا عمل تراكمي ما بيصير بلحظه وحده. اذا اللبنانيه منهم علمانيين وعملت لهم نظام علماني، انت النتيجه اللي بتاخذها فيها تكون كارثيه للوطن وللسياده وللديمقراطيه ولكل شيء. ما حدا بيعرف شو هي النتيجه. سو بس انا كنت هذا الكادر بعدين بنفوت على التكتيك. هون براينا لازم هلا نروح على النسبيه الكامله بهاللحظه، او لا لازم نروح على لازم الرحله على مرحلتين لنحمي اللي عندهم قلق. انا بدي اعقب على كلامك انه انتوا يوجه لكم انتقاد هلا انه كتيار وطني حر يلي انتوا بلشتوا بموضوع العلمانيه وموضوع الفكر العلماني والاخري، صرتوا طائفيين اكثر من الطائفيين التقليديين، يعني بطروحاتكم الانتخابيه بقوانينكم بخطابكم السياسي. يعني هيدا كلام عم نسمعه بالبلد، طرح قانون انتخاب تأهيل حسب الطوائف. انا مين قال اني بدي صوت لدرزي بس؟ انا بدي صوت لمسيحي ولا شيعي ولا سني ولا كل الناس. ليه بدكم تمنعوني اني اعطي رايي بالانسان يلي بده يمثلني، يلي الدستور بيقول انه النايب ما بيعود نايب لا بخص طائفته ولا بخص منطقته، بيصير نايب عن كل لبنان. هيدي وين رحنا فيها هالقضيه؟ انا بدي التزم بدستوري، انا بدي التزم بميثاقي عن جد الميثاق، مش يلي بيتفصل مثل ما بدي حسب الظرف يلي بيكون واقعين فيه. نظريتنا بهذا الموضوع هي انه الواحد ليحسن هذا الشعور الطائفي لازم اول شيء يريح الطوائف او الفئات المجتمع اللي حاسين حالهم مغبونين، والمسيحيه حاسين حالهم مغبونين. وللاسف البلد لليوم ما عطى اشارات انه هو تخطى هذا الشيء، لان اول ما يكون في شعور انه قادرين نتخطى نحن المسيحيه او نحن التيار الوطني الحر بالذات رح نكون اول ناس عم نفشخ. ومش هناك عم نقول هات نروح على مجلس شيوخ، لانه مجلس شيوخ بيحط الطائفيه بمحل للطوائف تصير مرتاحه. في مشكلة كمان بمجلس الشيوخ، هلا في كثير مشكلة برئاسته، في كثير مشاكل بس عم بقول نحن عم نقول تعالوا نطور النظام، بس مش نفز، لانه اليوم نحن طالعين من مرحله النظام السوري يعني الوجود السوري والعشر سنين اللي بعدهم نحن عايشين قلق. وبهالفتره بدل ما المنطقه تيجي تطمنا، ما ننسى شغله، انسحب الجيش السوري، صرنا نحن بين بعض كلبنانيه، الغبن ضل قاعد علينا من قبل الطوائف الثانيه، وبالمنطقه الربيع العربي ما خلى مسيحي بقى بالمنطقه. يعني نحن القلق تبعنا الدوز تبعه طلعت من المية للألف بنفس الظروف الداخليه ومن الظروف الداخليه اللي ما تحسنت خليني كيف ايش فكرتي بس تفضل ما هي داخله لها علاقه بعطيك ورقه وقلم نعم ال نحن بالداخل وقت انسحب السوري نحن اعتبرنا انه ما زلنا عم نلعب لعبه طائفيه رح يجوا يقولوا المسيحيه اخذنا حصتكم بالمشاركة، و يعني لأنه استفدنا من وجود السوري. هلأ ظهر السوري تفضلوا ورجعوا خدوا حقكم الشرعي بالانتخابات وغيره، شفنا أنه هذا شيء ما صار. العماد عون أخذ 70% أو التيار الوطني الحر أخذ 70% من الصوات وخلوا برا. يعني ما ننسى الفترة اللي نحن ظاهرين منها بالمنطقة، شفنا بسوريا وبالعراق وبكل بلدان المنطقة المسيحية عم بيهاجروا وعم بيستهدفوا. اوكي هيدا بهاللحظة بدنا نيجي نقول نحن خلص ما عدنا طائفيين، ما فينا. نحن هلا بده حدا يطمننا. طيب. فنحن حطينا قوانين فيها نسبية كاملة، بمعنى ما ننسى انه هلا 10 دوائر نسبية كاملة.
فيها تأهيلي بالأول بس هي بعدين بس بيه كامل رح ناقشها بس خليني اسمع وصل مين مكان رح ناقش هيدا المدني رح ناقش هلا بالتفصيل خليني اسمع ست حياة وارجع المسيحي دكتور بول ناخذ فاصل اعلاني تفضل المسيحي بتعتبروه انه هو مستهدف ويمكن طيب مستهدف بالمنطقه ومشرقيا مستهدف ومثل ما بدك هل مواجهه الاستهداف المسيحي بيكون بالتقوقع أم بالانتشار أكثر بدل ما اتقوقع وانضب وقول أنا بس بنتخب نوابي ما حدا ينتخب لي هن بالوقت اللي لازم بالعكس نمتد أكثر تمتدوا على كل الأراضي اللبنانية تواجهوا تواجهوا القانون اللي على الطاولة أعوذ بالله ننتخب كلنا كل اللبنانيين هلا أعوذ بالله ما فينا ما فينا القانون الثاني التقسيم هو عم بيقول لك هو عم بيقول لك بالمرحلة الثانية تبع القانون في على كلنا بنبلش كلنا لبعض أخطأنا بنكون بقول لي ببلش غلط مش ممكن ينتهي صح مش ممكن ينتهي صح نحن إذا بدنا نواجه كل المخططات يلي هي لتقسيم المنطقة ما بنقدر نحن نأيد هالتقسيم بطريقة تعاطينا يعني الآلية اللي عم نستعملها لانتخاباتنا بعد 8 سنين فيها الكثير من التماهي مع التقسيم الذي يرسم للمنطقة مش هيك منواجه التقسيم مش هيك منواجه الحضور المسيحي اللي كلنا حريصين عليه بلبنان أبدا خليني اسمع رأي دكتور بول الدستور والقانون يعني المعايير الدستورية هل برأيك تحمي التعددية تحمي الناس من عدم التقوقع طائفيا يعني في شيء استناد لمعايير دستورية معينة بيحمينا من الانزلاق إلى الطائفية بكل شيء كيف بتعرف أنا هيك عم تقول كيف كمان عندك مرصد حاسة سادسة أول شيء بدنا ننتبه لدستورية هالمعايير عم نطرحها لأنه بالمرحلة الأولى التأهيلية اللي هو إقصاء ربما غير متعمد وغير مقصود وغير صريح في النص لكن مترتباته الدستورية لناحية الإقصائيات ببعض المناطق وبكتير ربما لفئات منا عريضة بالضرورة هذا أمر بيسوى يتاخد بعين الاعتبار عند طرح أي مشروع اقتراح قانون الأمر الثاني هو وحدانية المعايير في كل الدوائر الانتخابية أنا بس لفتا للنظر لا معارضة لأنه ما عم بتحدث بالسياسة هلا لا أنا بالدستور يعني دستوريا تاني. هل في شيء واضح يعني حتى الدستور بصير فيه عليه اجتهادات وبصير فيه نقاشات وبصير فيه وكأنه كل واحد بيفهمه من مال يا أستاذ جورج الدستور ما بده اجتهادات بده نية سليمة بالتطبيق يعني المادة 59 كانت ولا أوضح من هيك بس اليوم الدستور ما إنه وجهة نظر للسياسيين هو إلزام عليهم يطبقوا بس ليش عم يتحول لوجهة نظر؟ يعني ليش عم يتحول لوجهة نظر سياسية؟ لأنه في فلسفة وراء السياسيين أنه هن لهم حق يفسروا بوقت منهم معودين ومعلمين يطبقوا نصوص وقت اللي بقينا سنتين ونص من دون انتخاب للرئيس الجمهورية بوجود 4 نصوص صريحة بالدستور ما في أوضح منها بعد في نظام مدرسي ما حط عقوبات تأديبية يعني في أمور كتير واضحة بالدستور طب انا بفهم وقت يختلفوا على نص في التباس بس وقت يكون في وضوح بالنص وبعده نصوص وضوح صبح في سوء نيه بعدم تطبيق الدستور نعم طيب هلا بدي كفي لك بس بشكل شكل سريع. الامر الثاني بالموضوع الانتخابي اللي عم يحكوه هو مساله الاصلاحات الانتخابيه اللي لازم تترافق مع هيك مشروع قانون هل نحن قادرين نهضم بالمهله المتبقات اللي هي مهله جد معقوله ما يترتب على هيك مشروع قانون من اصلاحات كبرى يعني اعطيك مثال كثير بسيط هيك مشروع قانون ان كان تطويري ان كان ثورجي ان كان كثير مهم هلا ما معي وقت ناقشه وما عم تعطيني الوقت بس بعد الاعلان رح ناقشه لكن بدك تولف له قبل بوقت الاوراق المطبوعه سلفا طب لذكرك بس انا وقت اللي مشينا بالقانون تقريبا اللي قريب من الستين سميناه الدوحة بوقتها طرحنا موضوع إمكانية إدخال هالأوراق المطبوعة سلفا بهيك قانون هالقد مبسط ومعودين عليه ومسقفين عليه ونقال وقتها إنه وما فتنا فيه ما في مجال طب هلأ مع كل هالحشرة اللي نحن فيها رح نقدر نعمل كل هالإصلاحات اللي عم بعطيك مثل واحد فيها عندي 7 أمثلة فيني أعطيك إياهم خليني أرجع الأمرين الأخيرين بهالنقطة نحن أفضلنا بالوقت والظروف اللي نحن فيها نروح لقانون مبسط مثل ما تفضلت الست حياة يمكن دائرة فردية يمكن أكثر معودين عليه مع بعض التحسينات اللي هي لأنه بقول لك شغلة قوانين مختلطة ومركبة وعلى درجتين
وتأهيلية كلها يمكن تكون فيها كثير من الإصلاحات، بس بالوضع اللي نحن فيه ماني شايف أنا في هالاستعداد والظروف الناضجة. رح ناقش الظروف الناضجة، رح ناقش موضوع القانون التأهيلي اللي بعد ما أبصر النور بصيغته النهائية، يعني بنعرف عنوان عريض له بس ما بنعرف تفاصيله، ما هيك معالي الوزير؟ رح ناقشهم معكم من بعد الفاصل الإعلاني ومن بعد ما ينضم لنا الباحث الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. ولكن قبل الفاصل الإعلاني، مثل ما قلنا عندنا خلال هذه الحلقة شهادات من المطران بولس مطر، من السيد علي فضل الله، ومن الشيخ سامر أبي المنى، حول موضوع من وحي عيد الفصح، حول موضوع المسيحيين بين الواقع والمستقبل. خلينا قبل الفاصل الإعلاني نستمع إلى المطران بولس مطر، راعي أبرشية بيروت للموارنة. بعد منه بفوت على فاصل إعلاني وأعود لمتابعة الحوار مع ضيوفي. ما بنقبل المسيحيين يفكروا بمصيرهم بمعزل عن المسلمين، أو المسلمين بمعزل عن المسيحيين. تاريخنا مشترك، ثقافتنا مشتركة، ومستقبلنا مشترك إن شاء الله. طبعاً في مسيحيين عم بيفلوا، ولكن هذه مش دعوتنا لهم. دعوتنا لهم أن يبقى وأن نمارس كل ما يجب أن نمارسه لتطوير بلادنا وبلداننا. وأنا بتصور أنه المسيحيين مسؤولية المسلمين بالشرق، كما أنه المسلمين مسؤولية المسيحيين. نحن كمسيحيين من وقت ما صار في إسلاموفوبيا بالغرب وتعدي على القيم الإسلامية، نحن عم نحط بالغرب الفكرة صحيحة عن الإسلام، وعم نشر لأنه بنعرفهم وعايشين نحن وياهم بكل مؤتمراتنا والناس بتعرف. ولذلك بتصور أنا أنه الوجود المسيحي بالشرق يجب أن يكون قضية إسلامية بالدرجة الأولى كمان. اللي بتصوره، وإن شاء الله هالدماء اللي عم تنزل تكون فداء العيش المشترك وفداء المحبة اللي بدها تجمع بين الجميع. ولازم يعرفوا الناس انه المسيحيين والمسلمين هن نص الدنيا. نحن مع بعضنا بنشكل نص الدنيا. ونتابع حلقة الليلة من الأسبوع في ساعة مع ضيوف نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق نقولة صحناوي، الأميرة حياة إرسلان، الخبير الدستوري دكتور بول مرقص، وانضم إلينا هلأ بعد الفاصل الإعلاني الباحث في الدولية للمعلومات الأستاذ محمد شمس الدين. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا وسهلا فيك. طبعا بدنا نفوت هلا بالحديث عن موضوع قوانين الانتخاب. ست حياه، كنت عم تقولي في هلا ثلاث اربع مشاريع وين ممكن تطرحيهم. الدكتور بول كمان عم بيقول معالي الوزير في عندكم هلا قانون الوزير جبران باسيل، القانون التاهيلي يلي هو اول مرحله منه. بس هو مش قانون الوزير باسيل، هو اول مين طرح هذا القانون هو الرئيس بغي. ايه بس ما طرحه بالشكل يلي هلا الوزير باسيل طارحه فيه. صار فيه شويه تعديلات عليه. يعني لا بس هالتعديلات سميت بقانون جبران باسيل. بس تعديلات طفيفه، يعني ما تفكر هو اول واحد طرحه هو الرئيس بغي. بس مش مهم مين بي القانون حقيقه، المهم نوصل على قانون انه انتم مستاهلين. يعني هلا عم تتبروا منه؟ مستاهلين، مش عم تتبروا منه. بالعكس لساعة عم دافع عنه، وين عم تتبرى منه؟ لا عم تتبروا من ابوته. ليه بدنا ايه؟ لانه انت بس تسميه على حدا بصير الكل بينقذوا منه؟ ممكن ينقذوا او يقولوا نحن يعني خلينا نقول انه هيدا القانون للكل. طيب هيدا القانون عنده بي وما عنده ام، عنده الكل بي وكل. هيدا القانون يلي عم تعتبره للكل ومن الكل والى اخره، لحد هلا في معارضة أو في رفض اشتراكي واضح له؟ يعني النائب وليد جنبلاط وفريقه السياسي رفضوا هذا القانون، بالمقابل في معارضة من القوات لهذا القانون. اليوم قال بصراحة الوزير بيير أبو عاصي، وفي موقف قوات بيقول لك أنه نحن مع المختلط ومش مع التأهيلة. طيب بظل هذين الرفضين، هل سيسلك هذا القانون؟ هل في أمل أنه يسلك هذا القانون على ما هو عليه؟
هلا المفاوضات ما حنعملها على التلفزيون بس خلينا نكون كل واضح. الطبيعي انه كل طرف يدرس قانون ويشوف شوي حساباته الانتخابيه او المبادئ اللي هو متعلق فيها ويبدا اعتراضه او قبوله او يفوت على المفاوضات. لحديت اليوم نحن عم نتفاوض مع الكل. مرقنا اول مرحله يلي هي انه الافرقاء الاساسيين اللي كانوا عم بيقعدوا مع بعض مزبوط انه بالقليله يوصلوا على اتفاق. ما هيدا بالمستقبل هيدا المستقبل هيدا موافق عليه هذا القانون لان بعض يعني في مواقف ربما ضبابيه مش مستقبل مش ضبابيه عليه. نحن تبلغنا قبول التيار المستقبل حركه امل وحزب الله اليوم والتيار الوطني الحر اكيد تبلغت هلا عندنا اربع افرقاء تبلغت قبول بهذه الصيغه على ما هي عليه على ما هي عليه يعني الصيغه التاهيليه يلي اول شيء على اساس الطائفه على اساس القانون الارثوذكسي اذا بدنا نقول لا مش ارثوذكسي مسيحيه واسلام مش مذاهب كمان مش مذاهب اوكي وثاني ثاني دوره على 10 دوائر على النسبي على النسبي. طيب ما في تحفظات او ما في مطالبه بتعديلات ما في شيء يذكر لا ما في شيء يذكر بالنسبه يعني لحزب الله وامل والمستقبل هلا ما بيعني انه الافرقاء التانيين ما لهم حق بانه يبدوا رايهم وينحكى معهم ونجرب نبدد ملاحظاتهم فما نهول يعني انه نحن عم نحكي عن مصير وطن يا بنطلع بقانون يا رايحين على كارثه ان كان تمديد كارثه وان كان راح نحكي عن هذه السيناريو استاذ محمد بالاخر القانون كارثه استاذ محمد هذا القانون التاهيلي يعني الصيغه الاخيره كونك يعني باحث في الدوليه للمعلومات وكل قوانين الانتخاب هيك بتحطها على سكان يعني بتعمل لها سكانينج خلينا نشرح هذا القانون التاهيلي بشكل بسيط نرجع مزبوط نشرح استاذ جورج لو سمحت لي بكلمه اليوم نحن صار عندنا من لما بلشنا نحكي بالانتخابات عندنا 24 صيغه لقانون الانتخابات كل صيغه تختلف او تقترب من الثانيه وما في حدا عم يجي من فراغ يعني الوزير جبران باسيل عم يجيب من مشاريع اخرى ويطلع بفكره يعني كله عم بياسس على مشاريع سابقه او مطروحه نحن عم نشهد ذكرت الكلمه بورصه انتخابيه يعني وقت اللي طرح هذا المشروع التاهيلي قبل بشهر ونص كان هو الاول سقط طلعت بعدين 64 ب 64 رجع من جمعتين اللي اقترحه الوزير باسيل انه انتخابات اكثريه كل طائفه تنتخب نواب على اساس 14 دائره ونسبيه على اساس 5 دوائر كبرى تراجع 69-59 ايوه قالوا اول شيء 64 بعدين رجعت تغيرت يعني بورصه بتمالت مثل بورصه هلا اليوم من الخميس الماضي لليوم بورصه التاهيل طالعه بس قبل بورصه التاهيل انت كنت عم بتقول بحديث لك انه كل مشاريع القوانين اللي طرحت حتى الساعه وعددها 24 مشروع قانون لا تهدف الى صحه وصدقيه التمثيل تماماً. بل تهدف الى تحقيق مصالح جهات سياسيه على حساب جهات اخرى تماما معقول 24 مشروع قانون ما بيهدفوا الى صحه وصحه ابدا كل طرف يعني هيك يعني هيك انت عم تضرب بجهد يلي عم بيقوموا بهالمشاريع القوانين يعني من بعد كل هذه الجهود يلي عم بتكون وفي اطراف عديده عم بتشارك فيها بالاخر انه بتطلع ما بتهدف الى الصحه والصدق بالتمثيل رح نمشي وحده بمشروع الحالي عم نقول نحن هلا بهذا المشروع وهذا من خلال قراءه له تقريبا كل القوى السياسية الوازنة بالبلد يحقق مصالحها وأهدافها باستثناء النائب وليد جنبلاط صحيح أنه خلينا نشوفه علي دائرة واحدة بس بمجرد ما صار تأهيل على أساس طائفي يعني صار المسيحيين يتأهلون من خلال المسيحيين والمسلمين من خلال المسلمين صار في شيء ما بيناسب النائب وليد جنبلاط وبالتالي هو ما بيناسب وليد جنبلاط ما بيناسب لبنان ليه بس لا أنا لا 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 مو شغله لا انه بنرجع للطوايف انا مش عم بحكي انا عم بقول كلهم سوا لا يناسبوا لبنان بس هلا عم نحكي القوى السياسيه القوى السياسيه الحاليه التيار الوطني الحر القوات اللبنانيه امل وحزب الله الوزير الفرنجي هذا القانون تيار المستقبل بيناسبهم لا يبدو ما بيناسب القوات لانه القوات كمان عندهم تحفظ عليه بفضلوا المختلط على التاهيل القوات تحفظهم مثل تحفظ التيار الوطني الحر على موضوع اثنين بيتأهلوا ولا ثلاثة لأنه التيار بس خلينا نرجع نشرح للمشاهد هذا المشروع هيدا المشروع في مرحلتين مرحلة أول مرحلة المرحلة التأهيلية المرحلة الأولى يلي بتصير انتخابات على أساس 26 دائرة يعني 26 قضاء اللي هو حاليا
كل مقعد بيتأهل عنه اثنين أو ثلاثة، هذا موضوع نقاش. يعني بصيدة تنقول في اثنين بيتأهل أربعة أو ستة، بالبترون في اثنين بيتأهل أربعة أو ستة، بيشوف في ثمانية بيتأهل 16 أو 24. يعني النقاش هون على التأهيل عن كل مقعد إذا بيتأهل اثنين أو ثلاثة، وهولي بيتم انتخابهم على أساس طائفي، مش مذهبي. يعني المسيحية بينتخبوا المسيحية والإسلام بينتخبوا الإسلام، مش أكتر. مش الموارنة بينتخبوا الموارنة أو السنة بينتخبوا السنة، لا، المسلمين بينتخبوا المسلمين والمسيحيين بينتخبوا المسيحيين على أساس 26 قضاء. 26 قضاء نقاش اثنين أو ثلاثة بيتأهلوا عن كل مقعد، عن كل مقعد نظام أكتري. وهذا الأمر وقت المسلمين بينتخبوا نواب مسلمين والمسيحيين بينتخبوا نواب مسلمين، بلشت أول ثغرة بهذا المشروع. بيطلع عنا 113 ألف لبناني لا يحق لهم الانتخاب في الدورة الأولى. يعني اللي هني موجودين ب 12 دائرة، بصيدا في عنا 3600 مسيحي ما بينتخبوا لأنه فيش نواب مسيحية، ببنت جبيل عنا 16 ألف ماروني تقريبا ما بينتخبوا لأنه نواب شيعة، بالنبطية ما بيحق لهم المسيحية ينتخبوا، بصور عنا 12 ألف ناخب مسيحي ما بيحق لهم ينتخبوا، وعم نشوفهم على الشاشة قدامنا هيدي الدراسة اللي انت عاملها. 15849 يعني بيطلع عنا 52576 مسيحي ما بيحق لهم ينتخبوا عنا بالمقابل بالمرحلة الأولى. الأولى بالمقابل عنا 60530 مسلم بجزين مثلا لأنه في 3 نواب، 2 موارنة، 1 كاثوليكي، المسلمين ما بيحق لهم ينتخبوا. بالكورة كمان عندنا 3 نواب روم أرثوذكس، المسلمين ما بيحق لهم ينتخبوا، عندنا 10,000 ناخب، يعني مش عم نحكي بمية ومئتين. بالبترون عندنا 4,625 ناخب مسلم كمان ما بينتخبوا، بصغرتا عندنا 9,769 ناخب كمان ما بيحق لهم، بكسروان، بالمتن، وبيروت الأولى. هيدي أول ثغرة يفترض اللي عم يشتغلوا على القانون هذا يحاولوا يتداركوها بطريقة ما. خلصنا من هيدي النتيجة، طلع عنا للمرحلة الثانية 256، خلينا نقول تأهل اثنين. أوكي. صار عنا لبنان هلا 10 دوائر. قسمنا كل. أطرح معك شغلي هون. يعني إذا بدهن هل يعملوا هالرجلاج إذا بدك أو هالدوزنة بهالأصوات، على كل حال انقلت أو كثرت الأصوات بمعيار حقوق الإنسان، العدد عدد إن شاء الله واحد. يعني بمعيار حقوق الإنسان في عدم مساواة، يعني رأيك هون؟ بمجرد إنه في واحد أو في 20,000. بس عم بفترض معك لأنه ماشي بالأرقام، إذا بدها تتزبط هالأمور بحيث أنه الأرقام توافق التقسيم، يعني عمليا رح تعمل معايير مختلفة بالدوائر الانتخابية. من إحنا صرنا بمعضلة أو ما تحل هالمعضلة. سؤالي لك، لتحل هالمعضلة بدك تلجأ لمعايير مختلفة. تماما. يعني ما بقى في عندك وحدانية المعيار بكل دائرة انتخابية. ما انت صار عندك الأولوية، أولوية تعتمد وحدة معيار ولا ما تخلي الناس تنتخب. بس صار في عندك بس تفضيل اي هو الأفضل. إذا بتروح لعدة معايير بالدوائر الانتخابية ضربت المبدأ الدستوري اللي هو المساواة. هو اصلا بهذا استاذ بول، بهذا في عدة معايير بتقسيم الدوائر، بتوزيع المقاعد. عندك دائرة قبل ما تجي حضرتك بالفصل الأول من الحلقة، بس عم نحكي حتى لو بدك تعالج هالمسألة هاي كمان عم تعمل. أنا عم بحكي عن الخلل، عدم مساواة إضافية. بس أنا برأيي تمثيل الناس أهم من وحدة المعيار، إذا كان أصلاً هي وحدة المعيار مش موجودة. عم نحكي عن كل شيء. فعملياً وقت اللي بيطلع عنا بالدورة الأولى 256، رحنا على الدورة الثانية اللي هي لبنان 10 دوائر انتخابية، إذا بتبين معنا على الشاشة، كل محافظة من المحافظات الخمس التاريخية قسمناها لدائرتين. يعني خلينا نقول العشر دوائر هن بيروت الأولى، اللي هي بيروت أولى وثانية صارت أولى، فيها 9 نواب. بيروت الثانية 10 نواب، الجنوب بضم أقضية صيدا، صور، الزهراني، وجزين، وهون في احتمال يعاد النظر بتركيبة هاي الدائرة. دائرة النبطية اللي بتضم النبطية، مرجعيون، حصبية، بنت جبيل، فيها 11 نايب. جبل لبنان الجنوبي اللي بضم علي والشوف فيه 13 نايب. جبل لبنان الشمالي اللي هي الدائرة الأكبر اللي بتضم المتن وبعبدة وكسروان وجبيل، فيها 22 نايب. دائرة عكار 7. دائرة الشمال كمان هي الدائرة الكبيرة، فيها 21 نايب. وبعلبك الهرمي 10، وزحلي والبقاع الغربي رشية 13 نايب. منروح نحن هالنواب ال 256 اللي طلعوا معنا بالدورة الأولى، ننتخبهم على أساس لوائح مقفلة، يعني تعدها وزارة الداخلية، وهون الإنجاز اللي بده ينعمل. على أساس النسبية الكاملة. يعني بيروح الناخب نقول بدائرة شو هالأساس المنسوف من أساسه وجاي على أساس طائفي. أنا مش عم قيم، أنا بس عم وصف من أساسه. بيروح النايب تنقول بجنوب بدزل لائحة فيها 12 مرشح، وهون بده يراعي 12 مرشح بده يكونوا، يعني فيهم 2 عن صيدا، و4 عن صور، و3 عن جزين، و3 على الزهراني، مش كلهم بدائرة من قضاء واحد. هيدي تركيبة اللائحة بتجي. هون نقطة الخلاف الثانية الأساسية هي الصوت التفضيلي. التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تحفظاتهم انه ينحصر الصوت التفضيلي بمرشحي القضاء، يعني
بصيدا في عنا بدائرة الجنوب عنا 12 نايب. نعم. الناخب بصيدا ما بيحق له يعطي صوت تفضيلي لواحد بجزين أو واحد بسور، والناخب بسور ما بيحق له يعطي صوت تفضيلي لنايب بصيدا. عرف كيف؟ بده يكون محصور بمرشحي القضاء. هيدي نقطة خلاف كتير كبيرة، لأنه اعتماد فتح الصوت التفضيلي تماما ما بيحق له نفس الشيء. يعني حتى بجبيل بيحق له يعطي صوت تفضيلي لواحد من المرشحين الثلاثة، ما بيحق له يعطي صوت تفضيلي لواحد ببعبدة أو بالمتن. نعم. يعني طيب. أصبح أول مسألة ايه خلينا اثنين ولا ثلاثة، الصوت التفضيلي بيكون محصور بالقضاء أو على مستوى الدائرة. والأمر الثالث هو يمكن يكون في إعادة نظر بتوزيع بعض الدوائر، لا سيما جبل لبنان الجنوبي، جبل لبنان الشمالي اللي بيضم 22 اللي هو كتير كبير، ودائرة الشمال اللي بتضم 21، لأنه في مطالبات بفصل طرابلس المنية الضنية لوحدها فيها 11 نايب، والأقضية المسيحية اللي فيها 10 يعني. نعم. وضحت. قبل ما أسمع ردك معالي الوزير وأسمع رأي الست حياة والدكتور بول، في عندي معالي الوزير وائل أبو فعور صديقنا معالي الوزير بعت لي على المساج على الواتس أب بيقول لي أنه بيتشكرك، بيتشكروا للأستاذ نيكولا أنه مستعد أنت تسمع رأيهم، وصراحة مش عارفين كيف بدون يشكروك انك مستعد تسمع رأيهم. بس انا ما قلت مستعد اسمع رأيهم، انا ما قلت مستعد اسمع رأيهم، بيطلع كأنه نحن عم نستخف ابدا. انا قلت صار تم توافق بين هدول الاربع مكونات، وهلا بدون نبحث مع المكونات الاخرى لنجرب نكون في توافق عام. اذا بيرجع بيعمل ريوان بليا ما بعرف مين خبره، مين كان انه هيك قال، بس انا هيك قلت عزبت. طيب خليني يعني بناء على هذه الملاحظات وبدي اسمع بالنسبة للنقطة الأساسية اللي لها علاقة بأنه في عدد 54 ألف مسلم ما قادرين ينتخبوا بالمرحلة الأولى، وفي 54 ألف مسيحي أيضا 60 ألف مسلم و 52 ألف مسلم و 52 ألف مسيحي ما قادرين يشاركوا بالدورة الأولى أو بالمرحلة التأهيلية الأولى. طب هيدا ألا يعتبر خلل أساسي بهذا القانون؟ لا، نحن واعيين تماما أنه هيدا أصلا في إمكانية كبيرة واحتمال كبير أنه بالمجلس الدستوري يسقط القانون، فحتما ما حيضل هذا شيء، والاستاذ مغص قاله قبل، وهذا كلنا واعيين عليها. ايه بس كيف بدهم صحيح وشو بينعمل؟ منشوف ما يعني خلي شويه سسبنس للاخر. ايه بس ما عندنا كثير بالاخر رح يصوتوا كلهم. ايه بس ما عندنا كثير واقف، يعني الشهر عم بينقص، يعني صار مارق منه هلا. بنشكر العماد عون انه اعطينا شهر. طيب ايه بس انه نحن تلاميذه، نحن تلاميذ العماد، ثغرات هذا القانون بعد ما شرحه بينت فيه ثغرات كمان كثير اكثر واكثر من يلي نحن كنا رافضينه على اساسها. فبعدين انه مين اللي فاضي يروح يصوت مرتين؟ كمان اول مره بتروح بتصوت تتاهل، وثاني مره بتصوت. اول شيء نحن مش فاضيين حتى ننتج نفس الطبقه السياسيه. ثاني شيء بدي عاتبك، عديت مدري مين ومدري مين والمجتمع المدني، شو ما نحن اكثريه، نحن اكثر منهم، عم ننزل على الشارع، عم نطلع اكثر منهم. اذا نحن ساكتين بس للاسف بمفاوضات، بمفاوضات قوانين الانتخاب لا يسال رايكم. ما يعني انا مره تشنت له للنائب ألاعون، قلت له ولو نحن وين، قال لي عم نروح على الكتل وما بعرف شو. هن مش عم بيسالونا، بس نحن عم نفرض راينا بالشارع وقت اللي بدنا، وعم نفرض راينا وقت الانتخابات البلديه، وفرضنا راينا وقت انتخابات النقابه المهندسين، وراح نضل كل يوم عم نفرض راينا، لان نحن الحق معنا، ولانه نحن الوحيدين يلي لا بنشتغل طائفيا ولا بنشتغل مناطقيا، ونحن يلي ما بنشتغل لمصالحنا الخاصه. نحن عندنا كذا قانون انتخاب، بس يوصل الدور ليون رح اقول لك. تفضل معالي الوزير، لان كان عندك شيء بعد بدك تحكي. بس ليكون واضح للجميع، اذا في قانون نسبه، ان كان في تاهيل بالاول او ما في تاهيل بالاول، واذا كان المجتمع المدني عنده القوه اللي هو بيقول انه عنده اياها، وان شاء الله يكون عنده اياها، نحن ما بنكون زعلانين. بكره بهالقانون بالذات المجتمع المدني رح ياخذ مقاعد بمجلس النواب، رح تروح من 5% من المقاعد ل 50% او 60% من المقاعد، لانه هن عم بيقولوا انه بيمثلوا. كيف هاي؟ بقانون هيدا طائفي؟ القانون الطائفي لا. بدي خلص جملتي، انا ما فيني. اتفضل. اذا كان المجتمع المدني بيمثل اكثر من نص اللبنانيه، نحن بندعيهم اول شيء ينظموا حالهم وينزلوا على الانتخابات، وبما انه رايحين نحن على قانون نسبه، ما بقى في محاصصه وكل واحد بيمحي
الجماعة اللي بالدائرة تبعيته بيمحيهم بيقصيهم. إيه نسبة بعدين بس عندك المرحلة الأولى مش مهم. كيف بدك يعني مش مهم. كيف مش مهم المرحلة الأولى أساسية. ما أنت إذا كنت أنت لك مين اللي بيمحي عادة؟ إيه وقتها في عندك أنت نظام أكتر القوى السياسية اللي موجودة على مساحة كل الوطن ويلي هي دون النص إيه؟ تنمسح وين؟ بأول دورة نعم. لأنه هي دورة واحدة أكتر اللي بيجي ب 51% إذا حدا عنده 10% بدائرة و 10% دائرة تانية و 10% دائرة تالتة بيروح وين ما كان مثل الحزب الشيوعي ما هيك؟ مش هيك كنا نقول دايما أنه خلينا نروح على النسبية للنسبية إذا حزب عنده 10% بكل لبنان ما لازم أي خطاب رح يخاطبوا العالم بس لحظة وقت اللي بدك تبلش تقول بده يفهم المشاهد الخطاب رح يكون عشيب طائفي بالمية نحن ما بنعرف نقول خطاب طائفي مش هيك عم تقولوا إنه نحن رح ننمسح لأنه نحن خطابنا مش طائفي ما أنت كنت تمسحه ما هيك قلت أبدا لا تفضل معي بالعكس عم بقول اذا انا قلت بدهم يمسحوا لا تفضل ال 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 العش اذا كنت عم بقول انه النسبيه الافانتاج تبعها انه احزاب عندها 10% 15% 20% 30% تمثيل بمناطق معينه او بكل لبنان بس ما عندها فوق ال 50 51% بولا منطقه ما بتبين بعدين مجلس النواب بتروح هذا كان القانون 2009 نعم ما هيك اذا كان الواحد عنده هلا فوق يعني هو تاني قوة بأي قضاء هو تاني قوة مش تالت قوة نعم تاني نعم قوة بأي قضاء بيقدر يكون تاني قوة بثلاثين بالمية إذا أول قوة بسبعين هو تاني قوة بثلاثين ما هيك أول واحد بيجيب سبعين تاني واحد بيجيب ثلاثين تأهل نعم هو تأهل مزبوط بالدائرة الثانية بالدورة الثانية على أساس النسبية على أساس النسبية إذا هو بكل المناطق هو الثاني رح يطلع هو عنده نص المجلس النواب وأكثر هيج نخاف من نعم. من هيج نخاف من القوانين الانتخابية جورج تكي إذا كانت قوة بالبلد حاسة حالها هي هلا بتمثل اللبنانية نحن بالعكس عم نجرب نعمل قانون يقدر الكل يتمثل إيه؟ مش نحن بنفرض على اللبنانيين اللبنانيين بيفرضوا علينا ونحن مع التغيير ليش؟ ونحن مع نبتعد من الطائفية فأهلا وسهلا بالمجتمع المدني ليش عم بينقال الطائفي ونحن نبتعد عن الطائفي ليش عم بينقال دائما انه قوانين الوزير باسيل تريد ضرب التعددية في الشارع المسيحي وحصر الفوز بالثنائي المسيحي القوات والتيار يعني ليش دائما عم بيكون الهدف برأي كتار من الناس انه ضرب التعددية وحصر المقاعد المسيحية بتحالف التيار والقوات ما بعرف ليش هيدي في ناس عندها هذا الرأي بس اذا بتفوت بتفاصيل الدوائر وحدة وحدة بتلاقي انه القوى الثالثة عندها قوة معينة مركزة بأقضية معينة فهيدا القانون مثلا اللي نحن عم نحكي عنه ما بيقصيها هل استاذ محمد انت من وجهة نظرك كخبير بالاحصاءات وبالانتخابات هل القوى المسيحية الاخرى لها الحظ اللي بيعبر عن حجمها فعليا لا خليني اقول شغلي بدنا ندخل بناس قبل ما نوصل لمحل في مسألة النسبية اكيد التيار الوطني الحر والمسيحيين حقهم يرفضوا النسبية خليها تكون صريحة وواضحة اليوم ببلد عم ياكل طائفي وفكر طائفي وعيش طائفي تركيب اليوم لوائح الناخبين بال 2017 عم نحكي 36% مسيحيين و 64% مسلمين نعم. بلد طائفي وقت بتقوله للمسيحي بال انا مش عم بتبنى انا عم فكر شو عم ينحكى بالارقام بتقوله بال بالنسبة يعني عم تقوله انت حجمك هالقد بس بلد قائم على مناصفة إيه؟ لذلك هون لا في وجهة نظر تانية ما بعرف ست حياة بفتكر بتعبر عنها لذلك بس بوضوح قصة انه العدد هل النسبية تلغي اللي عددهم اقل يما لا النسبية طبعا لا بس طبعا يما النسبية بتعزز بتخلي يكون لهم وجود ما اسمها نسبية نسبة للأعداد يعني المسيحية صاروا ربع البلد هذا بالنسبية هلا بالتركيب الحالي هيك انا مش عم دافع انا مش عم دافع ما بدك تعرف اي نوع من النسبيه منا قانون واحد وجامد في عده اعتمدت لبنان دايره وحده ولا 14 بس ست حياه لو كفي هالفكره بس بسيطه فبيظل هذا الواقع الطائفي
أكيد المسيحية بيرفضوا النسبية، مش رح يقبلوا بالنسبية. اليوم في مشكلة يمكن بين السنة والشيعة، يمكن الوضع يكون أحسن، بس إذا صار في تفاهم سني شيعي وين صاروا المسيحية؟ خلينا نكون منطقيين ونحكي بلغة الأرقام. طيب بعد هيدي وضحت وخصصنا هلأ بهيدا بالقانون الطبيعي، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية مثلهم مثل أمل مثل حزب الله مثل بده يلغي الاخرين على الساحه، مش يعني بس عم بقول لك لا، عم بقول لك الوزير صحناوي وعم بقول لك لا، هيدا القانون يتيح للقوى الموجوده المسيحيه بالمناطق المعينه انها كمان تفوز. شو كنت قصدي انا؟ قصدي الكتاب قوي بالمتن، ما هيك؟ والوزير حرم وقوي بالبترون، يعني ان هدول القوى لو كانوا موزعين على كل لبنان اكيد بريمير سيكون بيطيروا، بس وقت بيكونوا قوية بمحل واحد بعد عندهم فرصة بهالمحل يكونوا سيكون أو بريمير. يعني ما هيك قصدي، مش هيك عم بقول ان احنا ما ركبناها على أساس نلغيهم. بس ليش عم تأخذ ركبناها على أساس نلغيهم؟ وقت يكونوا قوة ثالثة كنت بدك تشرحها هاي كيف تانية. انا قصدي تانية. أول إذا كانوا الثالثة بيروح بالتأهيل بيروح، لأنه ما قلت بس قبل شوية كنت بدك، بس فيني أنا أرجع أذكر الباك جراوند. لا لكن القوة الثالثة حسب ما عم نفهم بقضاء معين بتقول. بس القوة الثالثة شو يعني؟ يعني المرشح الثالث. فهمت، بس جاب ثالث سكور. ايه بس المرشح الثالث اللي هو بالمرحلة الأولى بالدائرة الصغيرة، يعني مش اثنين يكونوا ثلاثة. اوكي. عن المقعد لازم يكونوا. طيب. وهذا موضع تباحث هلا. تنقول إذا المرشحين الأولينين هن التيار والقوات، يعني فإذا حكما الثالث معاش موجود. الثالث معاش موجود. يعني من هون عم بيكون بس عن جوابتك أنا إنه هوديك بمحلات كثير هن الثاني. أو الأول هون، بس هون عم بشكك بالموضوع صعب محمد. بيظل التحالف إذا كان قوي شو بدي شو عم إذا كان هذا التحالف قوي مثل تحالف أمل وحزب الله، تحالف أمل وحزب الله بس تحالف أمل وحزب، يعني أنا مش عم دافع عن حدا، أنا عم أقول لك في تفاهم سياسي، مش عم دافع عن حدا، بس عم أقول أنا مثل ما التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بتحالفهم عم يلغوا الآخرين، كذلك أمل وحزب الله بتحالفهم عم يلغوا الآخرين، يعني خلينا نحطهم مع بعضهم نفس المستوى. بس معلي أنا بقاوم بشدة إنه إحنا بدنا نلغي الآخرين. الكتاب قوية بدوائر معينة كتير قوية مش شوي، المغدى قوية بدوائر معينة كتير مش شوي. إيه بس هني هول القوة عم يتهموكم. حتى الزعماء أو شو اسمه الإقطاعيين بمنطقة معينة عندهم قوة بهالمنطقة كتير. بس يا معالي الوزير، فنحن ما فينا وقتها بتقول هني هالأشخاص اللي أنت سميتهم هني عم يتهموكم إنه أنتم عم بتحاولوا تلغوهم بقوانينكم. بس خليك تكي معي، ما هو القانون الأكثر كان يلغي الثاني والثالث، كان يخلي بس الأول، ما هو أكثر. هلا نحن فوتنا الثاني، حتما نحن وسعنا الكتاب، اعطينا فرصه للثاني. قبل كان انا عندي سؤال، اذا هلا الكتائب عندهم خمس نواب، اذا هلا الكتائب عندهم خمس نواب شو بصير عندهم؟ شو بصير؟ انا عم بسالك حسب تحالفاتهم، حسب مع مين بده يتحالفوا. خليني اتوقف مع فاصل. مبدا انه خلص تحالفات جامده. خليني اتوقف مع فاصل اعلاني. قبل هذا الفاصل استمع الى العلامه السيد علي فضل الله ضمن إطار من وحي هذا اليوم، من وحي عيد الفصح، المسيحيون بين الواقع والمستقبل، ثم أدخل إلى فاصل إعلاني. التحدي الأول هو هذا المنطق الإلغائي الإقصائي الذي برز في ساحتنا في هذه المرحلة، والذي يعمل على أن يرفض الآخر. كان المسلمون والمسيحيون وكل الأديان الأخرى كانوا يعيشون في هذه المنطقة ولا يزالون يعيشون في وئام وسلام، وحتى في تزاوج وفي علاقات على مختلف المستويات، وبنوا معا أوطانا وبنوا معا مجدا. هذا الذي حصل في واقعنا هو لا يمت بصلة إلى كل هذا التاريخ اللي هو ينطلق من أصالة الأديان ومن فكرها. هناك من جاء ليعزز هذا المنطق، جاء ليستثمر هذا المنطق، وهذا ما نعاني منه، وهذا ما ينبغي العمل لمواجهته. التحدي الثاني الذي يواجه المسيحيين هو التحدي الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني لا يريد أن تكون هناك في المنطقة مثل هذا التنوع الذي عاشته المنطقة، لأن هذا يناقض
المشروع الذي يعمل له هو مشروع تهويد فلسطين، هو يريد أن يؤكد أن طوائف لا يمكن أن تتعايش فيما بينها ولا يمكن أن تعيش مع بعضها البعض. فعلا في هناك مشروع لتقسيم المنطقة لفترة المنطقة، وهذا المشروع حتى يتم لابد أن تشعر كل الوجودات الطائفية والمذهبية بخطر على وجودها، حتى يسعى كل لأجل أن يكون له كيان خاص فيه. في هناك عمل يعمل في هذه المرحلة ويسعى إليه تحت عناوين، تحت عناوين فدرالة، تحت عناوين التقسيم وغير ذلك من هاي العناوين، لأنه يراد لهذه المنطقة اللي تمتلك عناصر من القوة وتمتلك تاريخا يؤهلها لتلعب دور أساسي، يراد أن تضعف هذه المنطقة. ونتابع هذه الحلقة والنقاشات مستمرة حتى خلال الفاصل الإعلاني. دكتور بول مرقص لما بيقول اليوم البطريرك الراعي بعظة العيد لا تستطيع مواصلة تعطيل كل شيء بذريعة التوافق، ألا يعني ذلك أنه عند استحالة التوافق لابد من اللجوء إلى التصويت؟ يعني في عنا المادة 65 من الدستور، الموضوعات الأساسية بيناتها قانون الانتخاب. إيه؟ يعني خلينا نشرح المادة 65 من الدستور والتصويت بمجلس الوزراء بالتلتين الحكومة. إيه بمجلس وزراء بتلتين الحكومة عند موضوع القرارات الأساسية، الموضوعات وبالقرارات الأساسية العادية الأكثرية. صح. طيب قانون الانتخاب هو القرارات الأساسية، إذا وصلنا لمطرح إنه ضلينا عم نحكي توافق وتوافق وتوافق وما وصلنا للتوافق، شو الغلط من إنه يعتمد التصويت؟ هلا الأصل هو التوافق، لأن المادة بتقول لك تتخذ القرارات توافقيا، فإذا تعذر ذلك فبالتصويت. اوكي، هي حسب المادة 65. الأكثرية بالموضوعات الأساسية هي تلتين الأعضاء الحكومة، يعني بدك إذا 30 هلا الحكومة بدك 20 بدك 20. هلا لكن الأساس حقيقة نحن عم نلزم الموضوع للحكومة، بس الأساس هو مجلس النواب، لأنه هو بيصدر القانون الانتخابي. طيب بس وهيدي صلاحيته الأساسية. بس الرئيس بري تشريع. الرئيس بري عم بيقلنا إنه التصويت على قوانين الانتخاب قد يؤدي إلى مشروع حرب أهلية، يعني بس التصويت للتمديد ما هيدا اللي بدي أسأله، أي أهون، التصويت للتمديد ولا التصويت لقوانين الانتخاب؟ أي اللي بيودي لمشكل ولحرب؟ على كل حال قال المجلس الدستوري بقراره السابق لنتذكره، قال منه سبب للتمديد عدم التوافق على قانون انتخابي، وهذا أمر أساسي بعتقد. في شيء تاني بدنا نوضحه، أنه ما في شيء اسمه فراغ، لأنه في قانون انتخابي سير المفعول، هو للأسف 25 على 2008 60 الدوحة معدلا وفقا للمادة 24 من الدستور معطوفة إذا بدك حتى على 25. نعم. فيك تعتبر أنه إذا وصلنا لمطرح فيه الأمباس، يعني ما توافقنا وما صار في اكيد تمديد، بتروح على انتخابات وفقا للقانون السير المفعول، يعني كلمه فراغ هي منا موجوده. هل رح نوصل ست حيات لهذا المصير؟ يعني كل هالتعقيدات وراها انه ايادي ربما ترغب في البقاء او ابقاء على قانون الستين؟ طبعا طبعا. كل اللي عم يعملوا القوى السياسيه يلي موجوده هي بس حفظا لمصالحهم وحفظا لمواقعهم وحفظا لتمسكهم برقاب العباد، ومع العلم انه متهمين بكل انواع الاتهامات اللي ما خلينا لا فساد ولا اهمال ولا كل هولي. انا بس بدي شير اليوم لشغله لفتتني جدا، انه نزلوا الامريكان يتظاهروا ضد رئيسهم لانه في شك بحساباته وضرائبه قبل ما يعمل رئيس، وهيدا زلمه عمل كل امواله قبل ما يعمل رئيس جمهوريه امريكا. بينما جماعتنا بيجوا على الحصيره بيصيروا مليارديريه، وبعدين بدهم يضلهم قاعدين وبدهم يضلهم متمسكين بكل مقاليد السلطه يلي بس بتخليهم يكون عندهم محاصصه وما في محاسبه، ما في محاسبه ابدا، وما في محاسبه، ومع ذلك بدنا نقبل وبدنا نرضى وبدنا نزقف لهم على قوانين الانتخابيه يلي بيعملوها بس منشان يضلهم هن قاعدين على كراسيهم
مش ممكن نقبل. نعم. معالي الوزير، لما بيقول البطريرك الراعي بين الفراغ والستين فلتتم الانتخابات على أساس الستين، هل يمكن أن نعود مرغمين إلى الستين؟ وأنتم تقولون لا للتمديد، لا للستين، لا للفراغ. ما إصلاحات شعلي؟ لا. عم بتقول لك ما إصلاحات شعلي؟ أوكي، نحن ما وقفنا من هذا الموضوع، أظن كل لبنانيين عارفينه. الستين مرفوض. مرفوض لسبب أساسي، أنه ما بيحقق حد الأدنى بالتمثيل. وهون عم نحكي طائفياً، صحيح. نحن المسيحية، نحن منعتبر أنه بالستين عم نجيب بقوتنا الذاتية ممكن 30-31 نايب. بدنا نروح على قانون، إذا مش قادرين نوصل للمناصفة الفعلية اللي هي 64 نايب أكبر بالقليل نكون عن. وانتبه، التأهيلة اللي منيح فيه أنه ممكن إذا ما بتجيب أنت بقوة ذاتية المسيحية 64 نايب اللي يكون هو المرشح الأول، بس بالقليل بالشراكة مع المسلم أو مع الإسلام عم بتجيب يا الأول يا الثاني. نعم. يعني أنت عم بتشارك المسلم بس بالقليل عم بتشاركه بالقرار على مين بده يمثل بين الأول عندك وبين الثاني عندك. بس يعني حدا عنده قوة تمثيلية، مش حدا ما عنده ولا قوة تمثيلية. بس هون عندك بطرك الموارنة، يعني بطريرك لبنان وسائر المشرق للموارنة، عم بيقول لك إذا بين الفراغ وبين الستين خليها تتم الانتخابات على أساس الستين، ما بدنا فراغ. وهيدا بطرك الموارنة يعني يلي المفروض يكون أكتر حدا ضنين بحقوق الطائفة يعني. وجوابنا واضح، نحن مع قانون بيرجع عدالة بالتمثيل وبيصلح الغبن يلي طال المسيحية بالقوانين السابقة. أستاذ محمد، لما بيكون في عنا 17 قانون بمجلس النواب، ولما بيكون في عنا قانون من حكومة الرئيس ميقاتي، قانون مروان شربل يلي 17 وإجا 7 صاروا 24، وفي قانون مشروع قانون الوزير مروان شربل اللي توافقوا عليه بحكومة الرئيس ميقاتي. طيار المستقبل كان خارج الحكومة وأعلن رفضه. وفي تحفظ من وزراء الاشتراكي. لا، ومثلا الكلام كتير واضح، الوزير وائل أبو فعور قال أقر لكن من الآن حتى أقراره في مجلس النواب ستجري مياههم كثيرة. يعني كان في قوتين أساسيتين معارضين لإله اللي هن عال بس كداخل مجلس الوزراء، مش أقر بوقتها وأحيل على مجلس النواب. طيب إذا في قانون أقر بحكومة، هلأ مين كان داخلها مين كان خارجها؟ طب بس باسمها حكومة لبنان، هيدا إنه كان مجلس وزراء لبناني، ها، أقر هذا القانون وأحيل إلى مجلس النواب، وفي غيره 17 وصاروا زيادة قديه، صاروا 24. طيب معقولة يعني إنه كل هول موجودين وما توافقنا عليهم وعنا شهر بدنا نشوف كيف بدنا نتوافق على قانون، بالوقت يلي دستوريا وقانونيا فينا نعمل تصويت، فينا نعمل قانون، إذا ما بدنا نصوت في قانون من حكومة سابقة ممكن يصير في تعديلات عليه، مثل ما قال إنه بدل 13 دائرة 15 دائرة. ليه ما عم بيصير هيك؟ مين اللي عم بيعرقل؟ مين اللي عم بيرفض؟ وليش عنا هالعقدة الكبيرة؟ سيد جورج، كل صيغة مطروحة في ناس متضررة منها بترفضها، وطالما لبنان محكوم بالتوافق لذلك هذا النقاش. بس هيدا التوافق عم بيوصلنا على حيط مسدود، مشان هيك عم بيقول البطرك كان اليوم اذا تعذر التوافق خلينا نصوت. يعني في اصول ديمقراطيه ودستوريه، بدنا نضلنا هيك ناطرين حتى الكل يتوافق؟ طالما لبنان محكوم بالتوافق بده يكفي بالتوافق، بديل التوافق هو مشكل، فحدا بده مشكل بالبلد؟ لا، انا اذا بدك بضل شهر واثنين وثلاثه واربعه اتوافق على قانون انتخاب، لو ما عجبني احسن ما اوصل لقانون يقبلوه ناس ويرفضوه ناس. بس كان عم بيقول كان عم بيقول الوزير صحناوي عم بيقول انه التصويت بيودي لحرب اهليه، بس التمديد ما بيودي لحرب اهليه. بديل كل شيء هو تنفيذ الدستور. الجو اللي صار نهار الاربعاء بالجو، نحن طالبين الالتزام بالدستور وتنفيذ اتفاق الطائف، كلنا عم ننط عن هون على توافق مدري كيف. بس لوضح مسألة، نهار الاربعاء عشية مش كان البلد مبين رايح نحو مشكلة؟ لأنه في طرف بده ياخد قرار بالتمديد وطرف ما بده، يعني ما كناش رايحين توافقيا، كان في مشكل. لذلك أنا عم أقول شو ما كان سيئات الأمر التوافق بدل هو أفضل خيار شو ما كانت النتائج، لأنه هو بس منضل ناطرين التوافق بركي ما أجا. هيجي التوافق هيجي. أنا برجع بقول منيش بموقع قرار ولا بموقع مسؤولية، مع الوزير بيتقدم علينا بكتير أشواط، بس أنا برأيي نحن واصلين قبل 31 أيار لقانون جديد. الضغط اللي عم نشوفه شو 31؟ 15؟ لا 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 مش مزبوط، 15 أيار في جلسة حدد الرئيس بري ممكن يأجلها. خلينا نحن من عم نقول ب 15 شباط، إذا ما صار في دعوة هيئات ناخبة في مشكل، رجعنا قلنا لا ل 15 أدار. المهل شو ما بدك، نحن كمان برجع بقول وقلتها مش ل 31 ايار، اذا صار في توافق لفتح دوره استثنائيه معنا ل 20 حزيران تماما. عرفت كيف؟ خليني اقول ولايه مجلس النواب
تنتهي ولايته ب 20 اذار وبضل قادر بشر زيران 20 حزيران بضل قادر اذا في فتح دورة استثنائية يشرع بهيدي الدورة لا 20 حزيران تصور اذا في توافق لاخر النهار فعمليا هذا الضغط اللي عم نشوفه لانه وصلنا للربع ساعة الاخير وكل طرف شايف انه واصلين لقانون خلينا نعلي الشروط لنحسن الوضع لا اكثر ولا اقل معالي الوزير يعني عم بيجيني تعليقات على الموضوع يعني في تعليق بيقول انه على اساس انه استعدت حقوق المسيحيين بالدوحه وقت قانون 60 معدلا بالدوحه هلا صار مرفوض من قبل بالدوحه استغدينا جزء من الحقوق إيه يعني كان عندنا اقل من 20 نايب بيطلعوا بالقوه المسيحيه الذاتيه صاروا 34 هلا بتكون طموحنا اكيد يوصلوا ل 64 بس عم نقبل نحكي بقوانين نعم. هلا بنرجع بنقول انه قانون التاهيلي بيخليك توصل بالقليله يا بالاول يا بالثاني على 64 يلي نعم. هو شيء طبيعي يعني بيكون عم بتشارك الجميع فيه نعم خليني اتوقف مع فاصل قبل هذا الفاصل ايضا ضمن اطار اجواء عيد الفصح خلينا نسمع الشيخ سامي ابي المنى حول موضوع المسيحيين بين الواقع والمستقبل ثم أدخل إلى فاصل إعلاني وأعود لمتابعة الحوار مع ضيوفي المسيحيون المشرقيون هم من صلب هذه الحضارة العربية الإسلامية وطبعا لهم مساهمات عديدة في هذه الحضارة وفي إغنائها وإذا كان هناك من تحديات تواجه المسيحيين فهي تتمثل ربما بكونهم أقلية وربما في هذا التطرف السائد أنا لا أخاف على الوجود المسيحي في الشرق لأنهم كما قلت جزء من هذه الحضارة الإسلامية وهم جزء أساسي ولهم مساهمات عديدة في الحضارة الإسلامية لا يمكن أن يكون هذا الشرق بدون المسيحيين فهم موجودون هنا قبل المسلمين ويجب أن يستمروا في وجودهم وهذا التنوع القائم في الشرق الذي هو مهد الديانات السماوية هو غنى لهذه المنطقة ويجب أن نستفيد منه إذن علينا أن نحارب التطرف علينا أن نواجه التحديات بالحكمة بالوعي بقيام الدولة التي تحضن الجميع لا يجوز أن يعيش المسيحيون كما الأقليات المذهبية الأخرى الإسلامية كالموحدين الدروز لا يجوز أن يعيشوا هاجس كونهم أقلية هاجس الخوف من الأكثرية بل عليهم أن يتماهوا مع هذه الأكثرية أن يتماهوا في أوطانهم فأن يكونوا شركاء فعليين وأن يتكاملوا في بناء أوطانهم ونتابع هذه الحلقة في عندي قبل ما انتقل لموضوع خارج إطار قانون الانتخاب في عندي بعد سؤالين له علاقة بقانون الانتخاب سؤال بدي انطلق فيه مع الدكتور بول مرقص إذا اعتبرنا أنه هلأ صار في قانون انتخاب توافقوا على قانون انتخاب من هلأ إلى 15 أيار من هلأ إلى آخر أيار ولا ما المسار إذا الرئيس بيقدر يرجع عن لا المسار الدستوري والسياسي اللي له علاقة بالتمديد التقني اللي له علاقة بالمهال اللي له علاقة بكل ما يتضمنه أو يجب أن يتضمنه هذا القانون كيف بتصير معالجته أول شيء ما في شيء بيمنع صار في اتفاق للأسف خارج المؤسسات ونحن صرنا معودين نملي اتفاقاتنا داخل المؤسسات سواء الحكومة أو مجلس نيابي هالعادة السيئة إذا صارت ربما هالمرة لحسن الحظ تكون شغلة منيحة لكن ما في شيء بيمنع الرئيس اولا يرجع عن هذا القرار اللي استصدره وفقا لقاعده توازي الاشكال باراليليسم دي فورم لانه هو له حق يصدر وله حق يرجع كذلك الامر ليس ما يمنع ايضا رئيس مجلس نيابي ان يرجع جلسه 15 ايار اذا كانت المفاوضات والمشاورات حاميه الى درجه اما اذا كان في
فعلا ضرورة للتمديد بده يكون تمديد بسيط المدى قصير المدى، وضروري أن يتزاوج ويترافق ويترادف مع قانون انتخابي جديد، وإلا يقع هذا التمديد مفترض دستوريا مخالف. طيب للدستور. تمديد تمديد تقني، هي مقولة التمديد التقني ما لا معنى تمديد هذا، يعني طيب. معناتها تمديد بسيط على هيدا التمديد البسيط، يعني مسألة بضرورات القانون فهمت، عم ينقال ثلاثة أشهر، ولكن البعض يقول أنه ما بيكفي ثلاثة أشهر لحتى الناس تفهم مضبوط القانون الجديد، إذا كان قانون معقد. في شوية تعقيدات، يعني هل رحنا على تمديد ستة أشهر كما يرغب البعض يما شو؟ ما في مانع إذا كان قانون فعلا إصلاحي وثوروي بهذا المعنى أنك تعطي مجال أبعد من ثلاثة أشهر، لأنه ثلاثة أشهر منصوص عليها في القوانين الانتخابية المتعاقبة، ومنصوص عليها أيضا في الدستور، عندما إذا حليت مجلس النواب مع الرئيس والحكومة معك ثلاثة أشهر إما أن تجري انتخابات أو أن يرجع المجلس القديم إلى الحياة. فهذه المهلة التي تقاس هي مهلة معقولة، دليل ريزونابل أقله ثلاثة أشهر، لكن ما في مانع تعملها ستة أشهر بقانون تطويري تحديثي، فعلا أنا بستبعد أنه يكون على كل الأحوال. حياة بالنسبة لك أنت طاولة المجتمع المدني، وأنتوا المجتمع المدني اللي عم تجتمعوا عدة هيئات عدة شخصيات عدة تحركات، وعم تكونوا موجودين بالتحركات على الأرض بالشارع، عم بتطالبوا بإصلاحات بقانون انتخابي عصري يمثل وإلى ما هنالك. شو صيغة القانون الانتخابي يلي بتلاقوها أنتوا أنه هي تسمح لكل الفئات لكل المجتمع اللبناني بأنه يكون ممثل؟ نحن إذا بدنا نكون هلأ نحن طوباويين بدنا نقول إنه بكرة يعملوا مجلس شيوخ على أساس قيد الطائفي، وبعد بكرة يعملوا مجلس نواب خارج القيد الطائفي، لكن نحن منعرف إنه عمليا هيدي أمور ما بتتحقق هالقد بسرعة. نحن منقول إنه أو دائرة انتخابية فردية أو one person one vote أو قانون نسبي حسب تقسيمات إدارية تطمئن كثيرين ممن يشكون، لكن نحن نرفض رفضا قاطعا التأهيل على مستوى الطائفي، ونرفض قانون الستين كما هو. إنما إذا أدخل على قانون الستين بعض التحسينات مثل اللائحة المطبوعة سلفا، مثل تصغير العمر ليصير 18، ومثل الكوتا النسائية بيصير نوعا ما مبلوع. بس بنكون رجعنا لنفس الشيء، يعني ما بنكون غيرنا كتير إشياء، بس إذا عم نقول إنه نحن مزروكين بالوقت، وإنه نحن بدنا نكون عمليين، وكما قال البطرك إنه حتى لو كان الستين هناك قانون. نعم. طيب مع شوية تحسينات بصير الوضع نوعا ما مقبول، ما بعود بوسطة ومحدلة. نعم. معالي الوزير، دايما عم ينحكى عن موضوع، يعني مثلا أوساط عين التينة بتقول هالأسبوع إنه من أربع سنوات، يعني نقلا عن رئيس بري، إنه من أربع سنوات وأكثر بنسمع رئيس الجمهورية وهو ينادي بالنسبية ولا شيء غيرها، وبالمقابل الوزير باسيل يفاجئنا بأنه لا يقبل بالنسبية. إلى أي مدى هذا الكلام برأيك يعبر عن واقع الحال، وشو ردك عليه؟ أول شيء القانون المختلط مش نحن طلعناه، هو طلع بمفاوضات بين طيار المستقبل وبيت اللبنانية والاشتراكة، وما بظن كان الرئيس بري بعيد عن الموضوع. ونحن وقتها حقيقة تنساعد إنتاج قانون، وهذا القانون اللي بده يطلع يكون فيه صحة تمثيل، دخلنا على المختلط وحسناه أو أعطيناه معايير ثابتة يتوافق مع نظرتنا للتمثيل الصحيح. نعم. فنحن ما عندنا رفض للنسبة، بالعكس، ما هو اليوم حاليا هذا القانون اللي قدامنا التأهيلي هو قانون نسبة، في أكترية على التأهيل بالأول بس بعدين بيصير نسبة. نعم. على عشر دوائر. يعني دائما كان عم ينحكى إنه ببكركي صار في اجتماع من 3-4 سنوات وصار في توافق بين قوى مسيحية أساسية على اعتماد النسبية. هذا برجع بقول هيدا قانون نسبة، هذا القانون اللي قدامنا نسبة. ينظر له أنه تشويه للنسبية، يعني في العديد من الأطراف والقوى السياسية تعتبر إنه هذا القانون يشوه النسبية. طيب بس احنا وقت عم نقول نحن مع النسبية مش ضروري نكون مع نسبية معينة، يعني هي دائرة لبنان دائرة وحدة ونسبية كاملة. نعم. انه هيدا هاي نسبية وفي غيرها. نعم. مزبوط. حتى اللي بيحكوا بالنسبية ما كانوا دائما يقولوا ما في الا نسبية وحدة. نعم. فينا يقولوا بنفضل هيك او بنفضل هيك. نعم. نحن بنفضل هيك. بالاذن من معالي الوزير، اذا اعتمدنا هذا المشروع واعتمدنا صوت تفضيلي محصور بالقضاء راحت النسبية.
خليها تكون صريحة وواضحة. يوم أنت أهلته على أساس طائفي على القضاء، رجعت على أساس الدوائر العشرة عن النسبية، وقلت الصوت التفضيلي محصور بالقضاء، يعني كأنك أعدت الأكترية بغطاء نسبي. انت عندك صوت تفضيلي واحد، صوت تفضيلي لو كان صوت تفضيلي واحد بتوزعه بين المرشحين. طيب خليني قبل ما اتابع الحديث معكم، في عندي اتصال من معالي الوزير مروان شربل. معالي الوزير مساء الخير. مساء الخير لك وللجميع، وكل عيد امي بخير وانت بالف خير. يعني دائما دائما بينحكى انه مشروع قانون الوزير مروان شربل معدلا قد يكون هناك توافق حوله والى ما هنالك من امور، وبنرجع من حور ومن دور وبنرجع للأزمة وما في توافق على قانون الانتخاب. شو تعليقك على ما يحدث وعلى ما يجري؟ المسيحية بيرفضوا النسبية. استاذ جورج، أنا عندي مداخلة وسؤال. هلا عندي مداخلة لأنك أنت جبرتني أعمل المداخلة. تفضل. بكل صراحة من بنقول في معيار واحد، المعيار الواحد ما بيكون للأحزاب، المعيار الواحد بيكون لشخصين فقط، الناخب والمرشح. نعم. إما الناخب بده ينتخب بقانون أكثري، أو الناخب بده يترشح على قانون أكثري، أو بينتخب بقانون نسبي أو بترشح على قانون نسبي. ما في واحد بيكون مثل هيك ومثل هيك. نعم. هذا المعيار معترف فيه دوليا، ما في شيء اسمه خليط ومختلط وإلى آخره. هلا أنا مش هون بالحديث، أنا بدي أسأله الأستاذ محمد لأنه سمعته وقال إنه قانون نسبي ما بيناسب المسيحيين. نعم. ليش اذا عمل قانون نسبي ب 14 او 15 دائره ما بيطلع 64 نائب مسيحي؟ وما بيطلع كمان للمسيحيين بلوائحهم نواب مسلمين؟ بلا، اعمل السيمولاسيون تبعك وبتشوف انه المسيحي بينتخب مسيحي وبينتخب مسلم، والمسلم بينتخب مسلم وبينتخب مسيحي. هي دي شغله. السؤال المهم اللي بدي اساله، مثل ما هلا عم تحكوا بموضوع انا حقيقه حابب انه نوصل لقانون انتخاب كيف ما كان يكون، لانه احسن بكثير من انه نوصل لفراغ ونعلق بالمشكله، او نوصل للتمديد ونعلق بالمشكله. نعم. يعني هن السياسيين جبرونا ان ناخذ هالقاعده اللي انا عم بقول لك اياها. طيب اذا كان عملنا اول مرحله تاهيليه، المسيحي بينتخب المسيحي والمسلم بينتخب المسلم، ومثل ما قلنا انه بيتاهل اثنين، يعني في لائحتين فقط. طيب ألفنا هالإحسان، وزعت وزارة الداخلية، وهالإحسان لازم يكونوا مكتملين، وزعت وزارة الداخلية وقبل الانتخابات في اثنين انسحبوا أو واحد قال لك ما بقى بدي، شو بنعمل؟ في لائحة صارت مكتملة وفي لائحة منا مكتملة، نرجع نعيد الانتخابات الأول وجديد أو ما منعيدها؟ أو شو بنعمل إذا نص قدموا سئلتهم؟ ونحن نعرف إذا نص قدموا سئلتهم وهذه اللائحة اللي نص أخذ قدمت سئلتهم إذا كان عددها 10 وهم أخذوا 6 أصوات 6 مقاعد وهم 5، منين بيجيبوا السادس إذا هم 5 من الأساس؟ نعم نعم معالي الوزير. هيدي كل هالأمور هيدا بناخذها بعين الاعتبار وندرسها، من هينة ومن سهلة إنه أنت إن نحن نروح لمرحلتين، المرحلة المسلم بينتخب المسلم والمسيحي بينتخب نعم. المسيحي، ونرجع نروح على النسبية. نعم. شكرا لك معالي الوزير مروان شربل على هذه المداخلة، وأهلا وسهلا فيك. خليني أتوقف مع فاصل إعلاني ثم أعود للجزء الأخير من هذا الحوار. ونصل إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة. بدي أطلع من موضوع قوانين الانتخاب اللي أشبعناها درسا ومناقشة، لأحكي عن مواضيع فعلا بتهم الناس بيوم. صحيح أنه قانون الانتخاب يهم الناس، قانون الانتخاب هو جزء أساسي من الحياة اليومية للمواطن، لأنه قانون الانتخاب هو الذي يتيح للمواطن اللبناني أنه ينتخب ويقدر يوصل الشخص يلي بيمثله إلى مجلس النواب، ولكن في ملفات حياتية واجتماعية واقتصادية عديدة تثقل كاهل هذا المواطن. اليوم عم بيقولوا لنا انه الموازنه والسلسله والى ما هنالك لبعد قانون الانتخاب. كل يوم ليل نهار بنسمع الحديث عن الفساد وعن الهدر وعن الهيدا، وما بنوصل لمطرح انه بتم محاسبه اللي لازم يتحاسب، وما بنوصل لمطرح بتم وقف هذا الامر. كان لك دكتور بول مرقص كلام انه عن رصد الجلسات التلفزيونيه اللي انحكى فيها، بس انا ببلش بالست حياه كمان. يعني انت دائما بضل عندك حضرتك كلام انه لازم هيك نعمل، لازم نوصل لحل لموضوع الفساد والهدر بهالبلد. ليش برأيك
ما عم نوصل لمطرح منضل نحكي نحكي وما عم بتتم المحاسبة. هي هي انه خلينا نحاسب مرة، خلينا نحاسب. في ناس اتهمت علنا بكتير اتهامات، وقف النايب سيرج تور ساركسيان وحكي عن ارقام شو عم بيصير على البور وقديش عم بيروح هدر وقديش وقديش وقديش، وسمى وحدد وقال. وليش طيب كمان النائب حسن فضل الله حكي عن وزراء بيقبضوا ثمن تواقيعهم 10 ملايين دولار، وحكي كمان عن ارقام يعني ماليه لايجارات ولجمعيات والى اخره. نعم عندنا وزير للفساد، ليش ما هيدو اسميه لمعالي الوزير؟ نعم ليش ما بعت وراهم؟ ليش ما سأل حدا سؤال؟ بعدنا عطينا المثل انه اليوم الشعب الامريكاني قايم شو قضيه ضرائبك يا ترامب؟ نحن ما بنبعت وراهم نسالهم بس تو سيف ذا فيس، بس لحتى نحط لا مش سيف ذا فيس، لا لازم نروح على الموضوع. معلش اسمحوا لنا فيها، بس لحتى يبعتوا وراهم ويسالوهم سؤال. طيب انتوا معالي الوزير، انتوا بتعتبروا حالكم تيار اصلاحي، واليوم وصلتوا يعني وصل رئيس التيار مؤسس التيار الوطني الحر وصل الى اعلى سده رئاسيه بالبلد، اعلى منصب سياسي اللي هو رئاسه الجمهوريه. هون الناس ناطرين منكم كثير، وين يعني كمان الرئيس عون استحدث وزاره لمكافحه الفساد، طب وين؟ بدنا نشوف اشياء ملموسه. اكزاكتلي جورج، اول شيء خلينا نرجع محل ما بلشت، تما نضيع اللبنانيين. قانون الانتخاب هو عبره فيك تعمل اعاده تكوين للسلطه، وهو قانون تاسيسي، يعني اذا في عهد بعدين 5 سنين بده يحكم وبده يغير وبده يحاسب، بهيدي الشغله بدها تبلش بقانون انتخاب وبالانتخابات اللي بدها تصير وبالنواب وبالاتقال بقلب هيدا المجلس يلي بتسمح لقوة تغييرية إصلاحية تقدر تشتغل. بس غير هيك بدون في أجهزة رقابية بالبلد، في أجهزة محاسبة. خلينا نكفي، خلينا نكفي أنه وين عايشين إحنا؟ بأي بلد؟ ما نعيشين مع بعض بنفس البلد، عارفين عيم سوري من بعد السوري. فيك تعين قاضي كنت؟ ما شفتوا للعماد عون قد وقف التعيينات بمجلس الوزراء سنة ونص ليعين رئيس مجلس قضاء الاعلى يلي هو ما بيعرفه، قاضي ما بيعرفه. صار في لوبينج عليه، كل القضاة اجوا قالوا هذا منيح هذا منيح هذا منيح، قال لهم خي اذا ما رسل حظ عليكم مينو الثاني اللي بترشحوا؟ صعب انه كلهم سموا له نفس القاضي، قال هذا ممكن هاتوا هذا، ما زال كلهم عم بيحكوا عن ادميته بدون ما يعرفوا، قال انا بدي اياه هذا، لانه قال بدي اياه وقف البلد سنه ونص. انه هي باردون هي كلمه بالايد الواحد يعمل محاسبه. طيب الوزارة يا اخي خلينا نكفي، بس لانه كيف الوقت عم يضغطني يا معلم، عم سعجل قد ما في. كيف بتحاسب؟ انه مين بده يحاسب؟ ما هي الطبقه السياسيه او الزعماء اللي قاعدين يلي هن كانوا موكلين بالبلد من ايام السوريه لليوم، هن لليوم بدهم يحاسبوا حالهم؟ مين بده يحاسبهم؟ اذا القضاء بده يحاسبهم وعندنا قضاء مستقل، ما القضاء هن عم بعينوه. طيب الحل، الحل ما عم نوصل شوي شوي. هلا الرئيس التفتيش القاضي اللي تعين خيرة الاوادم. طيب انه شوي لا انت جيت تعين انا وزير للفساد عيط لهالفاسدين ويسالهم ست حياه، انت اذا بدك مصداقيه معنا بدك بدجات تقولي والله برافو عملتوا هيك وهيك وهيك وانتم الوحيدين اللي عم شدوا. عم بتقول لك في وزير ليش ما بيعيط للناس وبيسالهم؟ وزير ما عنده وزاره، ما عنده شخص لوحده. وزير لوحده ما عنده صلاحيات اليوم تكي. نحن عندنا 9 وزراء ونحن بحكومه توافق وطني ورايحين على قانون جديد يلي هو بده يغير موازين القوة بنص دين بنص الفشخة. فينا نأجل يا معاليك، بنص الفشخة بلا أكيد فينا نأجل. خلينا نبلش أكيد. خلينا نبلش أكيد فينا نأجل. عملنا اللي عم بيعمل مخطط، اللي عم بيعمل مخطط أكيد في عنده شيء قبل شيء، لأنه إذا عمل إذا غلط بالشيء اللي قبل شيء بيفوت بالحيط، وانت اللي حتوني اول وحده اللي حتيجي تقولوا ما بتعرف تشتغلوا زيحوا. دكتور بول نحن عم نشتغل مزبوط وما حنزيح، عم نعمل وحده ورا الثانيه. قلت بتصريح لك انه رصد الجلسات التلفزيونيه بنشوف الناس عم يتباروا او النواب عم يتباروا في اثاره قضايا خلافيه وبموضوع الحديث عن الفساد وعن نشر الارقام والى ما هنالك من دون متابعه للموضوع بمعظم الحالات. أي. لانه اليوم مثل ما تفضل معالي الوزير بس لا غير سؤالي انا اللي انحكى الا يعتبر تلقائيا بمثابه نعم. اخبار بلا. بس خليني اقول لك شغله كمان، النواب اللي هن يعني ما بدنا نظلم ونعمم فيهم ينشئوا لجان ايضا تحقيق برلمانيه بالقضايا اللي عم بيثيروها. نحن صرنا من ايام يمكن بعتقد 10 سنين لورا
ايام البوما يعني تقريبا لجان يتيمه يعني صارت وما بكون لها فعاليه وما بكون لها جدوى ومرات بمطارح غلط. اللي عم نقوله انه كمان عندهم هذه الصلاحيه فين يعملوها. موضوع الوزاره وزاره مكافحه الفساد وزير الدوله ما عنده مضبوط صلاحيات ولا عنده حتى تنظيم. يعني اذا بده يفوت على وزارات تانية ممكن الوزير الاخر ما في اليه للوزاره نعم يقول له باي حق وشو مدى صلاحياتك ولا اي شرفيه. ما هي صارت توزيعه بعض معظم الحالات سياسيا. ارجع لموضوع الاخبار يعني اللي انحكى اللي حكى حسن فضل الله اللي حكى فيها تتحرك النيابه العامه تلقائيا عفوا تعتبر هيدي تعتبر اخبار وفي وزير العدل كمان يتدخل. طيب يلا يعني نناشد من يجب ان يتحرك يعتبروه اخبار. هذا نحن نحن كمحامين ما لنا حق نحكي بقضايا عدليه، لكن بشكل عام عم نحكي المبدا العام. اكيد القضاء ما بينتظر انك بس تعطيه ملف، في كمان هو شو هن ثلاث ملفات لحاله من وزير المكافحة الفساد لوزير العدل ووزير العدل بعتهم على النيابة العامة. لهن واحد منهم الكازينو الثاني وزير العدل اصلا خاطب ثلاث ملفات عمل مراسلات كمان ما قصر بهالموضوع. انا بدي اتشكركم بختام هذه الحلقة، نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق نقولة صحناوي، السيدة حياة ارسلان، طاولة المجتمع المدني، طاولة الحوار المجتمع المدني، هالإطار يلي أنتم نشيطين فيه بنتمنى لك دوام هذا النشاط، رئيس مؤسسة جستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص أهلا وسهلا فيك، الباحث الدولية للمعلومات محمد شمس الدين شكرا لك. عندنا ملاحظة دقيقة بس ختاما، الفساد بتغطية الطائفية اليوم بوزارة الشؤون الاجتماعية من كل العهود اللي مرقت لحد الآن جمعيات وهمية وراها رجال دين، بتحدى أنا لا قضاء ولا دولة ولا حدا يسترجي يوقف عقد وهمي من هرجال الدين. في رجال الدين موظفين ناس لخدمتهم وزارة الشؤون بتدفع لهم، بتحدى لا قضاء ولا وزارة ولا حدا يسترجي يوقف عقد من هالعقود الوهمية. المدارس الخاصة المجانية 371 مدرسة تابعين لجمعيات دينية، عملنا أكثر من ملف عنها، تقارير التفتيش المركزي بتقول 3/4 لازم تنسحب رخصها. البطرق مين بيوقفها؟ ما حدا بيوقفها. لا لا، مين عم بيوقف هالأمر هيدا؟ يعني مين عم خلي الغطاء الطائفي والديني، الغطاء الديني. انا مش عم شير لحدا، هيدي المدارس لازم توقف. طلع البطريرك بعزته قبل احدين قال لازم الدوله تدفع لهم مخصصاتهم، سكت لا الاعلام عاد فتح تمه ولا رجال السياسي ولا حدا، لانه في كلمه رجل الدين هي اقوى من كلمه كل الناس بالبلد. فلذلك انا طالما هالنظام طائفي ما حدا يحكي لا باصلاح ولا بمحاسبه. شكرا لك، الى اللقاء الاحد المقبل.